أصحاب المعالي والسعادة، السادة النواب، السادة الرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، السادة الحضور، الأصدقاء من السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية، أسعد الله صباحكم جميعاً بكل الخير، وأهلاً وسهلاً بكم في مستهل هذا اليوم الدراسي الذي نواصل به ما كنا بدأناه من قبل من دراسة ومراجعة وتقييم وتقويم لتجربة اللامركزية الفتية في الأردن، والتي برغم ما قيل ويمكن أن يقال إلا أنها ستبقى خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، يتعين إغناءها وتطويرها وتصحيح الجوانب المختلفة في هذه المسيرة التي ربما انطلقت على عجل ومن دون تحضير كاف، لا في الإطار التشريعي ولا في الإطار العملي واللوجستي الذي يمكن مجالس المحافظات من القيام بأدوارها حتى تلك المنصوص عليها بالقانون الساري، وهي أدوار يمكن أن يقال فيها ما يقال. لقد صدعت الحكومة للتكليف السامي بمراجعة تجربة اللامركزية، ونجدها مناسبة من جهتنا كمؤسسة بحثية مستقلة أن ندخل على خط المراجعة في نفس الوقت، وربما أن نستبق الحوارات الحكومية في هذا المجال من خلال سلسلة من الدراسات والأنشطة واللقاءات العامة التي تستهدف رفض صناع القرار بالأفكار والتوصيات المختلفة من أجل تعزيز وتصليب هذه التجربة التي ما زالت كما قلنا فتية، بل وبعد عام على تجريبها في الأردن يبدو أن هناك الكثير من الشكوى ومن الألم ومن المظالم التي يتحدث بها بالذات أعضاء المجالس، مجالس المحافظات المنتخبون. وثمة ما يشبه الإجماع، وآمل ألا أكون مبالغا، بأن قانون اللامركزية يعاني من عوار حقيقي، وأن ثمة نواقص جوهرية في هذا القانون يتعين التعامل معها ومعالجتها. فلا يمكن أن تطلب من مجلس المنتخب أن تبقى صلاحياته في إطار الاطلاع والإقرار والمتابعة والمشاهدة والمراقبة من دون أن تزوده بالصلاحيات وبالأدوات التي تجعل منه مرجعية على مستوى المحافظة. لا يمكن لهذه التجربة أن تشق طريقها بقوة وثبات في ظل حالة الاختلال العميق في الصلاحيات والمسؤوليات بين مجلس تنفيذي حكومي معين بالغالب معين جميعا، ومجلس المحافظة المنتخب من أبناء هذه المحافظة. لا يمكن لهذه التجربة أن تسير على قدمين فيما قدم من هذين القدمين لا يتمتع بالقوة ولا بالصلاحية ولا بالنفوذ ولا بالهيبة ولا بالمكانة.
وصدقوني أننا التقينا بالعشرات من أعضاء مجالس المحافظات من مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر القليلة الفائتة، واستمعنا منهم لمر الشكوى عن حالة التهميش والتجاهل وأحياناً الإساءة وأحياناً النظرة التي لا تقيم وزناً لهيئة منتخبة، وبعضهم حصل على عدد من الأصوات يفوق بكثير ما حصل عليه نظرائهم في مجلس مجلس النواب في تلك المحافظة. نحن أمام حالة اختلال، وهذه مسألة مهمة. في بحثنا مع أعضاء المجالس ميزنا بين جملة من الإشكاليات، الإشكاليات المتصلة بالقانون ذاته، وهي أمانة الآن بين يدي مجلس النواب يتعين مراجعتها وتصحيحها، كمثل الذي أوردنا وغيرها كثير، بما في ذلك طبيعة المعينين في هذه المجالس وكيف يتعين اختيارهم. وهناك أفكار عديدة نحاول بلورتها مع أعضاء المجالس، ربما لاقتراح تعديلات في هذا المجال، كأن يجري اختيار 15% من هيئات منتخبة في المحافظات كغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية وربما رؤساء البلديات الكبرى من الفئة ألف في المحافظة ذاتها، لأننا قليلا ما سمعنا عن دور متقدم أداه الأعضاء المعينون، وفي محافظات عديدة سمعنا عن أدوار سلبية وإشكالية في هذا المجال. وسنعيد بحضور الزميلة والصديقة والشريكة العزيزة سعادة النائب وفاء بني مصطفى التذكير بالكوتا النسائية. لا يجوز أن يبقى الحال على هذا المنوال. الأردن أصدر استراتيجية وطنية للمرأة تحدثت عن 30% في الهيئات المنتخبة. يا سيدي خلوها زي البلديات على الأقل، إذا مش 30% 25% يعني على الأقل، يعني خلوها مثل البلديات. لكن مش معقول دولة بتعتمد كوتا مختلفة لكل هيئة منتخبة، البرلمان له كوتا تختلف عن كوتا البلديات، تختلف عن يعني لماذا؟ يعني هل دور النساء هنا مطلوب ودورهن في أماكن أخرى غير مطلوب؟ هل هن قادرات على القيام بأدوار مهمة في المجالس البلدية وعاجزات عن فعل ذلك في مجالس المحافظات؟ هذا في الحقيقة منطق لا يمكن أن يستقيم في هذا المجال. نحن نريد لمجالس المحافظات أن تتوفر على ما لمجلس النواب من أدوات رقابية، من المساءلة بالسؤال النيابي إلى الاستجواب إلى حجب الثقة. وإلا ما معنى يعني، وكيف بمقدور يعني هذه المجالس أن تقوم بدورها في هذا المجال وأن تعبر عن الإرادة الشعبية التي جاءت بها إلى هذا الموقع؟ ننتقل من ذلك في الحقيقة من المشاكل وهي كثيرة ولا مجال لعرضها جميعا إلى المشاكل المتعلقة بفهم القانون الجاري. سمعنا شكاوى عديدة تنم عن قلة فهم بالقانون ومضامينه، سواء من قبل أعضاء مجالس المحافظات أو من قبل أعضاء المكتب التنفيذي أو من قبل البلديات. هناك إشكالية حقيقية في هذا المجال، لم يحظى القانون بالشرح والتوضيح الكافي لكافة مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين والاجتماعيين في المحافظات المختلفة، وهذا خلق سوء فهم عميق أفضى ذلك إلى توتر لاحظناه في بعض المحافظات بين المجالس المنتخبة وبين أعضاء مجلس النواب الأردني عن تلك المحافظة. وهناك أحاديث متكررة عن تنافس يعني غير مفيد في هذا المجال، وعن محاباة حكومية لأعضاء المجلس النيابي على حساب المجالس المنتخبة، وثم سرد طويل عريض في هذا المجال ووقائع يمكن لمن أراد أن يستزيد أن نطلعه على بعض منها. وهناك إشكالية أخرى في العلاقة بين مجالس البلديات وبين مجالس المحافظة، وأنا شخصياً استمعت شخصياً من أحد رؤساء البلديات الكبرى قبل الانتخابات بأيام بأن من يجرؤ من أعضاء مجلس المحافظة على القدوم إلى البلدية راح أكسر رجله بالتعبير يعني.
هذا النمط من العلاقة لا يساعد في الحقيقة في تطوير حكم محلي ولا مركزية حقيقية في الدولة الأردنية. لذلك يجب في الحقيقة تفكيك بعض هذه الإشكاليات. أما الرزمة الأخرى من التوصيات التي خرجنا بها وخرجت الدراسة ببعض منها، ونحن مقبلون على دراسات أخرى في هذا المجال، ونحن مقبلون على أنشطة أخرى في هذا المجال، فتتعلق بالبنية التحتية لمجالس المحافظات. إحنا انتخبنا في كل محافظة مجلس محافظة لا عنده مقر ولا عنده مراسل ولا عنده طاقم سكرتارية ولا عنده مستشارين ولا، وكافة الموظفين التي قيل أنهم في تصرف وفي إمرة مجالس المحافظة مرجعيتهم مش المجلس، مرجعيتهم اللي موظفهم بالأساس واللي بدفع راتبهم بالأساس، فهو يقرر إن أراد أن يستجيب لطلب المجلس أو لا، لكن ليس ثمة ما يلزم بشكل واضح يعني في مثل هذا الأمر. أعضاء مجالس المحافظات ليس مطلوبا منهم أن يكونوا خبراء في التنمية، ولا مطلوب منهم أن يكونوا خبراء ماليين وفي الموازنات، هم شخصيات اعتبارية اجتماعية فازت بثقة الناس. دورنا الآن أن نمكنهم من الطاقم اللي بيحتاجوه لأداء هذه الوظائف، مش هنبعتهم من الآن بدورات متخصصة بالتطوير وتخطيط المدن والتنمية وتحديد أوكي بصير عندهم معرفة عامة ماشي الحال، لكن من يراهن على أن هؤلاء بمقدورهم بأنفسهم أن يقوموا بالمهمة المعقدة المكلفين بها، وأن يكون لهم إسهامهم في بلورة الأولويات التنموية وفي وضع الموازنات وفي الإشراف ومتابعة تنفيذها. دراسة في ضوء قراءة لواقع المجالس قالت خلي تنفيذ الموازنات من مهمة المركز، لأنه ما في عندها قدرة حتى الآن لوجستية وبشرية وإمكانيات اللي تقدر تلبي فيها الحد الأدنى من التفويض الذي كلفها به القانون الساري المفعول. إذا نحن أمام مجموعة من الرزم في هذا المجال يتعين أخذها بنظر الاعتبار. اثنين، لا يجوز فقط ونحن نفكر بالمركزية باللامركزية، وهذا نداء حميم لإخواننا في مجلس النواب، ولدينا يعني نخبة محترمة يعني في المنصة وفي القاعة من أعضاء المجلس الفاعلين والمؤثرين الذين نثق بدورهم وبإمكانياتهم في هذا المجال. هناك جملة من التشريعات التي تتعارض في منطقها ومنطوقها مع اللامركزية، يجب أن يعاد تكييفها بما يخدم هذه التجربة، وهذا بحث آخر إن شاء الله سيكون له لقاء آخر في هذا المجال، بمعنى إعادة إصلاح البنية التشريعية ومواءمتها مع تجربة اللامركزية التي نعمل الآن على مراجعتها، ومفروض أن الدولة تعمل على مراجعتها بالقدر ذاته. إذن فيما خص الوزارات وهيكلة الوزارات وإعادة هذه الهيكلة والاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لمدراء الوزارات في المحافظات وللمديريات، أعتقد هنا بحث عميق وطويل، وهنا شكوى مريرة في هذا المجال. تنسيق العمل الحكومي فيما خص اللامركزية أعتقد أنه ما زال يعاني إشكالية كبيرة تنعكس يعني سلبا على أداء مجلس المحافظات. نحن إذن أمام ورشة طويلة عريضة من المهمات والتحديات التي يتعين علينا أن نشرع بها إن أردنا لهذه التجربة الهامة والمتقدمة أن ترى النور. وأعتقد أنه لا خيار لنا بين أن نمضي في هذا الموضوع أو أن نعود عنه، هذا الطريق ذو اتجاه واحد. بدأنا في مشروع اللامركزية وينبغي أن نستكمل في مشروع المركزية اللامركزية، وأن نطور هذه التجربة وأن نوصلها إلى خواتيمها. هذا يجب أن يكون القرار، وبهذا الوجه وبهذه التوجه يجب أن نتصرف، وعلى هذه القاعدة يجب أن ننظر إلى تشريعاتنا وقراراتنا وهياكلنا الإدارية وإلى منظومة الصلاحيات والسلطات في هذا المجال.
اليوم على نحو الخصوص سنناقش التجربة، واخترنا في الحقيقة أن نناقشها من منظورين. المنظور الأول مجلس النواب، كيف ينظر مجلس النواب إلى هذه التجربة، وكيف يجيب السادة النواب على أسئلة هذه التجربة. أما المنظور الثاني فهو من منظور مجالس المحافظات، لأننا في الحقيقة نريد أن نسمع من طرفي المعادلة في هذا المجال. لن أطيل عليكم، الملخص الذي المعروض أمامكم جئت على ذكره ولست بحاجة لإعادة قراءته، وهو موزع عليكم، ومن يريد الاستزادة يعني يمكن أن نزوده بالمزيد في هذا المجال. وهذه الورشة الخلاصات والأفكار والتوصيات التي ستصدر عنها سوف يعاد صياغة الدراسة بحيث تشتمل على ما تقولون في هذا المجال. أشكركم جزيل الشكر، ودعونا ننتقل إلى الجلسة الأولى. اللامركزية، المسؤوليات وآليات الشراكة ما بين مجالس المحافظات والبرلمان. قراءة نيابية أو من وجهات نظر نيابية، ونقول وجهات نظر لأننا آثرنا أن نختار مجموعة من التلاوين السياسية والفكرية والرؤيوية داخل المجلس. سأبدأ بسعادة الأستاذ أحمد الصفدي، وهو رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب. صباح الخير. بداية نشكر مركز القدس للدراسات على هاي الندوة المهمة. يعني إحنا في القاعة هون الموجودين مجموعة من النواب اللي أقروا قانون مجالس المحافظات، دكتور مصطفى العماوي والأخ تامر بينا والأخت وفاء بني مصطفى من الموجودين، بالإضافة إلى بعض الزملاء الموجودين خالد الفناصة والأخوان العزيزين. بداية فكرة مجالس المحافظات فكرة مهمة جدا، ولكن أي فكرة في البلد في الأردن بتصير بداية بتكون فيها تشجيع، وبعدين بتصير تخف شوي شوي إلى آخره. الفكرة بالسنوات القادمة إن شاء الله بتكون أحسن بكثير من الآن. اليوم العدد أنا بالنسبة إلي للمجالس، العدد الموجود 340 على مستوى الأردن هو عدد كبير. يعني كل ما خفضت العدد بكون إنتاج أكثر. يعني أنا نائب بالعاصمة، لما يكون عندنا 66 من مجالس المحافظات للعاصمة عدد كبير، بالإضافة أنه لا الحكام الإداريين راضين يستوعبوا هذا الموضوع، ولا إحنا النواب راضين يكون متعاونين مع مجالس المحافظات، وهذا الإشي أثر سلبي على هاي الفكرة الرائعة اللي إجت للبلد. ولكن خلينا نحكي زي بما أنه الأحزاب في الأردن لم تنضج حتى الآن للأسف، يعني إحنا الأحزاب واضح أنه الأحزاب هي بالنهاية هي اللي بتدعم كل هاي الأمور. لو أنه المجالس المحافظات وإحنا كنواب والبلديات وأمانة عمان المنتخبين جايين من خلفية حزبية، كان وضعنا بكون أقوى بكثير من نكون كل واحد نازل على راسه. تحدث الأخ عريب اليوم قال الحكومة بدها تحابي مجلس النواب على حساب مجالس المحافظات. يعني أنا لو كنت لو عريب نفسه رئيس وزراء 100% بيهتم بالنواب. الثقة بأخذها من النواب، الموافقة على الموازنة بأخذها من النواب، كل شيء بأخذه من النواب. شو ممكن يأخذ من مجالس المحافظات؟ لو أنه في إشي في فائدة مجالس المحافظات الحكومة، تأكد الحكومة تهتم في مجالس المحافظات. يعني هذا إشي طبيعي. إحنا كمجلس نواب ربما يكون هناك في تقصير من جانبنا اتجاه المجالس، ولكن أنا برأيي السنوات القادمة بتكون أفضل التعاون بيننا وبينهم، سواء نائب أو عضو منتخب في مجالس المحافظات أو عضو منتخب في البلديات. النواب لهم شغل واضح اللي هو المراقبة والتشريع، والبلديات لهم شغل لهم مكاتب ولهم مواقع ويناقشوا ويروحوا ويجوا. مجالس المحافظات شو لهم؟ يعني نكون واضحين،
بالعاصمة الأخ أحمد العبد الله هو الرئيس، له مكتب ودنيا، الباقي وين بداوموا؟ وين بروحوا؟ وين بيجوا؟ يعني القصد إنه إحنا شرعنا علينا جزء أكبر إحنا والحكومة في التشريع، إنه يكون التشريع واضح أكثر، يعطي صلاحيات وشغل مباشر لهاي المجالس. المفروض السنة هاي ناقشوا، أنا السنة الماضية وجهت دعوة لهم باللجنة المالية، اجوا حضروا من كل أنحاء المملكة، وربما هي المرة الوحيدة اللي فاتوا فيها مجلس النواب. ناقشنا وقلت ونصحتهم بشغلة، إنه يقولوا بإعداد الموازنات للدولة إنه يكون لهم دور رئيسي. بس هل الحكومة تابعت معهم هذا الموضوع؟ هل ناقشوهم في موضوع الموازنات كل واحد في محافظته؟ هذا الإشي بالنهاية يعني خلينا نكون واضحين، في تغول واضح من الحكومة على السلطات كلها، سواء التشريعية إحنا أو المجالس المحافظات. يعني عنوان الندوة الشراكة ما بين مجالس المحافظات والبرلمان، أنا أتوقع ولا مش متوقع، يعني أكيد إنه ما في شراكة نهائيا، ما في علاقة بيننا وبينهم، مش شراكة. المفروض إنه جميع اللجان من عندنا ومن عندهم يكون مشتركة، يجوا يحضروا يشوفوا، نروح إحنا نزورهم. بس إحنا اليوم يا أخوان كنواب الشارع غير راضي عنا نهائيا. تطلع أنت اليوم من المجلس على أي محافظة يعني يمكن ما يستقبلوك، بعدين نواب المحافظة نفسها غير مرحب فيهم ومحافظتهم. شفنا الحكومة من أسبوعين راحوا زاروا المحافظات والطريقة التي قوبل فيهم، بس أنا بدي أحكي لك شو سببها. لو أن الحكومة بتزور المحافظات باستمرار، كان لما راحت بقانون الضريبة لقت شعبية أكبر بكثير من اللي صار معها. وإحنا كنواب هناك أيضا تقصير، أي نعم أنه النائب بس ينجح بيصير نائب وطن، هذا الحكي لما بتحكيه في ندوة لشعارات، النائب لمنطقته تحت القبة بيكون للوطن، أما خارج القبة هو بده يكون نائب معان لمعان، نائب الكرك للكرك، نائب إربد لإربد. المشكلة لزيارات ما في. إحنا كمجلس الحالي 18 ما في عنا ولا يوم عطل فيه البرلمان، نصرنا نواب 4-5 أيام بتعطل استثنائية، بتروح استثنائية بتيجي عادية 6 أشهر. مش إنه منقول والله إنه إحنا مش ملحقين ولا إلى آخره، وضع اقتصادي الأسوأ في تاريخ الأردن. نسمع كل حكومة بتيجي الروتين المعهود تبعها مكافحة الفساد وجلب الفاسدين. أنا صار لي نائب 4 دورات، وفي من الموجودين هون يمكن الأخ موسى الوحش والأخ مصطفى عماوي نواب قبلنا لسه، هم بجوز بسمعوا نفس الديباجة. في تقصير واضح في كل الأمور اللي بتصير. وضعنا في البلد اليوم أنا برأيي الوضع أكبر بكثير من مجلس النواب ومجالس المحافظات. الوضع بمس استمرارية الوضع الاقتصادي في البلد. منمر الآن عندنا قانون ضريبة على الأبواب بده يجي للبرلمان، مفروض يجي الأيام هاي أو بعد مش معروف لسه، ولكن هذا القانون مجلس 15 روح البرلمان، وبشهر رمضان روح حكومة الدكتور هاني الملقي، وبالرغم من حكومة الدكتور عمر رزاز جابت القانون الضريبة. يعني شو غيرت عليه؟ مهما غيرت الفحوى الرئيسية موجودة. يعني هاي كلها الأمور بدها تعاون بيننا كلنا. يعني أما نرجع لموضوعنا اللي بتعلق في الندوة اللي إحنا جايين مشانها، أتمنى أنه تكون هاي بداية لتشاركية حقيقية بيننا وبين المجالس المحافظات، ولكن للأسف أنا برأيي لم تنضج بعد نهائيا فكرة مجالس المحافظات. ولدت يتيمة، محاربة من كل الجهات. لا الحاكم الإداري في منطقته مستوعب إنه هذولا موجودين وشركاء معه، ولا إحنا كبرلمان آمنين بهذا الإشي. أنا برأيي نفس المركز اللي عمل موضوع الأحزاب في المرة الماضية يكون برضه كل ندوة بعملها المظلة الرئيسية لأي مشروع يكون الأحزاب. إحنا اليوم لو إنه أحزاب، أنا ونائب ومعي عمر القيسي مثلاً من نفس حزبي باللامركزية وفلان بالأمانة، تأكد بكون التعاون على أعلى درجات. أما اليوم واحد نازل من هون واحد نازل على راسه، شو التعاون اللي بدي يصير فيه؟ بكرة ما نقول لك بكرة هذا بيأثر علي بدائرتي، ببلش له شعبية، لازم أنا
أقضي عليه قبل ما يصير له شعبية بمنطقتي. يعني بالنهاية الفكرة الرئيسية من اللامركزية فكرة مهمة جدا، بدهم دعم. اجوا عنا على البرلمان مرة أحد زملائي في النواب، أحد الأخوان بمجالس المحافظات تحدث بفكرة، نط زميلي قال له أنت بدك نمرة سيارة ما نمرة، يعني غي حرف الحكي على هذا الموضوع. أنا موجود ومسجل، إحنا عندنا الجلسة، وأعتقد موسى الوحش كان موجود الزميل. الفكرة أنه بيستنوا على نقرة لبعض، ما في علاقة نهائية، مش تشاركية، العلاقة مش واضحة بيننا وبينهم. إذا كان النية واضحة للدولة بكل أذرعها أنه يكون في تشاركية، بدها إعادة القانون الحالي اللي إحنا أقرناه وشرعناه، بحاجة إلى أولاً العدد ينزل وهذا مهم جداً، اثنين يكون واضح شو الواجبات تبعتهم، واضح حتى لا يدخلوا على يتجاوزوا حدودهم ولا الحكام يقدرين ياخذوا حقوقهم. يعني احنا القانون قريناه، واعتقد مصطفى كان رئيس اللجنه اذا مش هو لا وفاء ولا خميس، يعني واحد منهم مرتين كانوا. القانون بده عادي، يعني اي فكره بالاردن بتصير، الفكره رائعه ولكن اول مره بدها يعني على مدار سنتين ثلاثه اربعه يعني حتى تتبلور مزبوط. احنا كنواب حاليين موجودين هون، اتوقع انه القانون راح يجي على البرلمان الحالي، والمفروض انه احنا نشارك المنتخبين اليوم بهذا القانون حتى نشوف وين المشاكل الرئيسيه عندهم. يعني مهما احنا مراقبين من برا ولا المجتمع المدني مراقب، نعم، حتى الاعلام ما راح يعرف تفاصيل الخلل عند مجالس المحافظات زي الاخوان نفسهم والاخوات الموجودين في هذا الموقع. اما انا بالنسبه لي، مع احترامي للاخ عريب قال كوت المراه تصير 25 و60 و70، انا ضد كوت المراه نهائيا. انا مع تقويه الحزب، والحزب نفسه هو يقرر ينزل المراه، ينزل رجل، ينزل مسيحي، ينزل شركسي، هذا بكون اقوى. المراه احسن تكون جاي من خلفيه حزبيه. ما تزعلي، انا ما حكيت شيء غلط، يعني لا تعصبيش. انا ضد كوتا المراه تيجي الا من خلال مظله حزبيه، وضد النواب ايضا يجوا الا من خلال مظله حزبيه. لما يكون جاي اي حدا من مظله حزبيه، الحزب بيقرر يكون في قوائم موجوده. وشكرا لكم. شكرا سعاده النائب الصديق الاستاذ احمد الصفدي، اولا على صراحته، يعني قدم مداخلة صريحة جدا في وصف واقع حالنا، وثانيا على استعداده للتعاون في إصلاح قانون اللامركزية في هذا المجال، وثالثا للفت الانتباه إلى مسألة الأحزاب والتعددية السياسية الحزبية في الأردن بوصفها قناة وممر إلزامي، سواء لانتخاب أعضاء مجلس النواب أو لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات. وبهذا الصدد، يعني إحنا كمركز بنشتغل مع عدد من الأحزاب، وبنشتغل مع عدد من الكتل النيابية في البرلمان على إعداد رزمة إصلاحية للتشريعات الناظمة للعمل العام كباكج، رزمة واحدة، قانون الأحزاب، قانون الانتخاب، قانون اللامركزية، قانون البلديات. يعني هاي الرزمة المتكاملة أعتقد أنها تبلورت لدينا نحن في المركز، ونحن الآن بصدد في الحقيقة يعني عرضها على بعض الأصدقاء، يعني في الكتل النيابية المختلفة وبعض الأحزاب السياسية، وطبعا في النهاية رح نعرضها على الحكومة لأنه هي يعني صاحبة الولاية في هذا الموضوع. بدي أعتذر من الإخوان على هذا السطر ترتيب القائمة، يعني ما كنتش حاسس أنه حنكون قاعدين وراكم إحنا، يعني شايف كيف، بس هلأ في الجلسة الثانية بنعدل الوضع شوي، فأرجو قبول اعتذاري الإخوان في هذا السطر، وأعطي الكلمة الآن لسعادة الأستاذ عمر قراقيش مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، أصحاب العطوفة، الأخوات والأخوة، الأخ الأستاذ عريب الرنتاوي، حقيقة بداية أنا بشكر كل القائمين على هذه الندوة القيمة
اللي احنا بأمس الحاجة دائما إلى مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الحوارات حتى نفيد ونستفيد وحتى نشعر حقيقة دائما بالتشاركية ونشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا واللي ألقيت من خلال اختيارنا سواء كنا في مجالسنا النيابية أو مجالس المحافظات أو البلديات من قبل المواطنين اللي دائما يسعوا نحو الأفضل واللي دائما هم بيأملوا في كل فترة تأتي أن يأتي المنتخبون بجديد يقدموا إضافات مهمة سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الخدمية أو في تحسين البيئة بمجملها بشكل عام. لذلك أنا يعني ما تحدث فيه إخوان وما سبقوني فيه سعادة الأخ أحمد الصفدي وأستاذ عريب من مشاكل ومن قضايا عالقة ومن بعض الهموم حول قانون اللامركزية أتفق أنا وياهم في الكثير منها وأتفق معهم في أنه ما زلنا بحاجة ماسة إلى مزيد من الإصلاحات السياسية حتى نصل بالوطن إلى ما هو أفضل من ذلك حتى لا نقع بما نقع في اليوم وما وقعنا في اليوم من إشكاليات ومن اختلالات مالية واقتصادية كان لها أثر سلبي على حياة المواطن وكان لها حقيقة يعني أسست بظروف أصبحنا يائسين غير قادرين على الخروج منها وأصبح كل واحد فينا بيتحدث مع نفسه دائما عن ما هو الحل وما هو المخرج. وبصدق إن طفنا عمان وطفنا الأردن من شمالها لجنوبها وتحدثنا مع الكل المختصين والغير مختصين خبراء وغير خبراء مواطنين عاديين أو نخبويين ما هي الحلول كيف يمكن أن نخرج من المأزق كيف يمكن أن نصل إلى الاستقرار والأمن الاجتماعي الحقيقي. قد يتحدث الكثير بأن هناك حلول وخيارات في هناك بعض الأمور اللي كان ممكن معالجتها سابقا حتى ما نصل لهذه المرحلة لكن الآن إحنا وصلنا إلى ما وصلنا عليه. لذلك كان لابد من وجوب إصلاحات سياسية حقيقية وكان من أهم الركائز الإصلاحات قانون اللامركزية لأنه حقيقة هي قانون اللامركزية مبادئ من مبادئ الحكم الرشيد وتعني دائما بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وبتعنى في إرساء العدالة الاجتماعية. ولما جاء القانون ب 2015 بناء على رؤية ملكية سامية يعني كان الهدف منها أنه نساهم المواطنين بصورة أوسع في التنمية وفي قدرته على اتخاذ القرار وإيصال احتياجاته بشكل مباشر بعيد عن الحكومة المركزية أو المركز. بالعكس يعني يكون في هناك تأطيد للعلاقة بحيث أنه يكون في هناك أنه نصل للمعلومة أو نوصل للمعلومة من خلال الأطراف لا من خلال المركز. فجاء القانون جاءت الانتخابات وكانت مفرجات الانتخابات وأنا أتحملوني عفوا إخواني كباقي مخرجات الانتخابات الأخرى فيها الجيد وفيها الأقل جودة. ذلك بسبب أنه إحنا ما عندنا فهم واضح وحقيقي لماهية اللامركزية ومفهومها وما هو الدور المناط فيها وما هي الأعمال المطلوب منها. إحنا في مجلس النواب أو من سبقنا في المجلس السابق بالتأكيد عندما أقروا القانون هم كانوا في داخلهم سعداء حقيقة لأنه كانوا يشعروا أنه هذا القانون وهذا المجالس ستساهم بصورة حقيقية وصادقة في رفع الكثير عن كاهل النواب سواء من الناحية الخدماتية أو من ناحية ما يحتاجه المناطق أو ما تحتاجه المناطق وترك أعضاء مجالس النيابة للدورهم المناطق لهم وهو الدور التشريعي والرقابة التشريع من خلال إقرار القوانين وسنها وقراءتها وإجراء أي تعديلات مناسبة عليها أو الرقابة الدور اللي هو مهم جدا في مجلس النواب واللي حقيقة هذا الدور الرئيسي وأنا بعتبره أهم من الدور التشريعي في هذا الوقت بالذات الراقب أداء الحكومات وأداء المؤسسات الدولية والسيطرة على بعض التجاوزات التي تحدث. لكن ما حدث أنه صار في هناك نوع من الاشتباك الحقيقي ما بين مجلس النواب ما بين مجلس المحافظات وحتى ما بين البلديات أصبح كل واحد فينا يتنافس وينافس الآخر على أنه من قام بالفعل ومن ينوي أن يقوم
وصار كل واحد يلصق كل شيء إله أو مش إله يقول إليه، حتى أنه في النهاية نخرج وكأنه نبحث عن قواعد انتخابية أكثر ما نبحث عن تقديم خدمة عامة. هذا طبعا مشكلة حقيقية موجودة يجب أن نعترف فيها ويجب أن نقرها ويجب أنه لا نغفلها. في هناك اشتباك ما بين كل المجالس على مستوى الوطن المنتخبة أو حتى الغير منتخبة. أنا ما بلوم إخواني أعضاء لجان المركزية، لأنه لو كنت أنا مكانهم رح أشكي أكثر منهم ورح أتذمر، وخصوصا أولا أنه كما تعلموا جميعا جاءت الحكومة بتحديد سقوف مالية لمجالس المحافظات، وحددت هذه السقوف بنسبة واضحة وهي 3% من مجمل الإيرادات المحلية. وجوز كنا بنذكر في 2018 وأعتقد أخي أحمد يأكد علي أنه كانت السقف المالي لمجالس المحافظات 3% أي ما نسب قيمته حوالي 220 مليون. أعتقد 220 مليون يا إخواني يعني مش مبلغ كبير حتى أنه نستطيع أن ننمي محافظاتنا ونطور قدراتها وننشئ مشاريع تنموية ومشاريع اقتصادية وتعليمية ونحسن البيئة الصحية ونعمل على خدمات أفضل للمواطنين. وحصرناها كمان حتى هاي وزعناها ضمن آلية وضمن نسب، نسبة ثابتة ب 30%، نسبة للفقر، نسبة للمساحة، نسبة لعدد السكان. لكن في النهاية لم يكن عند إخواننا في لجان المحافظات رؤية واضحة لمشاريع اقتصادية استطاعوا خلالها أنهم ينموا مناطقهم. أغلبية المشاريع اللي قدمت جاءت هي خلينا نسميها مشاريع يعني دائمة وتطرح من الجميع، وهي الصحة والتعليم والطرق. لكن لم نرى حقيقة على أرض الواقع مشروع اقتصادي في محافظة، بالرغم أنه القانون أسس لما يسمى المشروع على مستوى المحافظة ومشروع على مستوى الوطن، واثنين ما فيش بينهم تداخل. إضافة لذلك أنه يعني عانوا إخواننا أعضاء مجالس المحافظات من مشكلة أنه ما لهم دور رقابي حقيقي، هم دورهم إقرار وقراءة، يعني بقرأ الشيء وبقره دون أي سلطة حقيقية على التغيير أو رقابة التنفيذ. وأكبر دليل على ذلك أنه في بعض المشاريع اقترحوها إخواننا قد يكون جزء منها نفذ، ما كانش لهم دور حتى في مراقبة آليات التنفيذ أو حتى مساءلة الجهات اللي قامت بالتنفيذ. أو خلينا نتحدث كان لهم دور في لجنة العطاءات، بقيت العطاءات محصورة في إيد الحكومة المركزية وهم لم يمنحوا أي شيء. طب أي مجلس أنا بدي أعطيه قدرة على عمل ومساحة أنه يعمل فيها إذا كان ما في عنده أي مسافة يتحرك من خلالها أو سلطة حقيقية يراقب فيها؟ فأنا بتفق على أنه يجب أن يمنحوا دور رقابي، ويجب أن يمنحوا دور حتى يعني يكون أكثر في يعني حجب الثقة أو سحب الثقة من الأشخاص اللي بيكونوا بيخطئوا في حق هذه المجالس. إضافة لذلك أنه في يعني أنا وجهة نظر مالية، مش معقول يعني أنا مجلس محافظة بحدد له سقف للنفقات وبنفس الوقت بعززوش بالإيرادات، مش منطق يعني كيف صارت هاي؟ يعني كل نقرأ موازنة مجلس المحافظات بنلاقي إنه نفقاتها كذا لكن إيرادات فيش عندهم، علماً الأصل إنه يجب تخصيص إيرادات من المحافظة نفسها ووضعه في صندوق خاص للمحافظة حتى تقوم بالإنفاق عليه ويكون عندها مسافة وحرية أكثر. نعم. في الإنفاق، فيجب أن يكون في هناك حقيقة مثل ما في إحنا بنحدد لهم نفقات، يجب أن نعطيهم برضو أن يكون لهم صلاحية في جمع وجباية الإيرادات سواء منها أيا كان مسماها، ضريبية، عن طريق الرسوم، عن طريق الرخص، أيا كانت المسمى، ولكن منها يجب أن يعزز النفقات بصندوق للإيرادات حتى يكون عندهم قدرة على الحركة وقدرة على العمل. بالإضافة إخواني لمسألة مهمة جدا، يعني نتحدث عن بعض المشاكل اللي ممكن إخواننا قاعدين بيعانوا منها، وحقيقة ألم بعصر قلوبنا جميعا، لأنه في النهاية إحنا وياهم يعني نعمل من أجل الوطن. مش معقول إنه عضو مجلس المحافظة بتنقل قاعد من مكان إلى مكان حتى صفة اعتبارية بمسمى إنه نعطيه شوي نوع من التعزيز أمام هذه الجهات مش موجود. يعني تحدث الأستاذ عريب قال عن إنه أحد الأشخاص قال إذا شفت أعضاء أو عضو مجلس المحافظة دخل عندي بعمل فيه كذا، يعني هذا أعتقد هذا يعني ما عملتوش المخابرات مش اللي يعمله هو، يعني مش منطق يعني. فإحنا بنقول يجب إعطائهم نوع من الاحترام
وهذا حقهم، هم ما بدهم يعني من عليهم بهذا الشيء، هذا حق مكتسب لأنه القانون أعطاهم إياه، هم ممثلين عن الشعب وانتخبوا من الشعب، وبالتالي من ينتخب من الشعب أعتقد أنه لديه من السلطات الاعتبارية والمعنوية اللي تكفي عن أنه واحد ثاني يمنح إياها. فهذه السلطات يجب أن تمنح، والحفاظ على هيبتهم ومنحهم حوافز ومنحهم آليات العمل وأدوات ووسائل حتى يستطيعوا من خلالها يطوروا من أنفسهم. يحتاجوا إلى مستشارين مثل ما تفضلوا إخواننا. إخواني مش كلنا يعني مختصين، مش كلنا ماليين ولا كلنا هندسيين ولا كلنا قانونيين، كل واحد فينا قد يكون يفهم في شيء لكن لا يعقل أن يفهم في كل شيء. بالتالي أنا بحاجة إلى تعزيز. معنى التعزيز إنه يجب أن يكون في هناك مستشارين لأعضاء لجان المركزية يستشيروهم سواء ماليا سواء قانونيا سواء إداريا حتى خدماتيا، حتى هم يكون عندهم برضو قدرة على إنه تقديم ما هو أفضل مما يعني الآن ممكن يقدموا فيه. نعم الوقت لو سمحت يعني. أنا بعتذر يعني. يعني كمل. طب سيدي بس دقيقة لو سمحت، يعني برضو إخوان بدي أتحدث عن مجلس النواب، اسمح لي أخي عريب. إخوان برضو في مجلس النواب لا تفكروا الأمور، وجوز أصحاب السعادة كلهم أقدم مني وعندهم علم أكثر مني، لكن برضو في مجلس النواب إخوان حتى الدستور الأردني حدد صلاحيات مجلس النواب في موضوع الموازنات وفي الإنفاق. لما أجى أعطاني يعني جوز في ناس هاي سؤال دائما مواطن بيسألني بيقول ليش ما أنتوا بتمنعوا الحكومة عن إنه ترفع سعر كذا أو تنزل سعر السلعة الفلانية، بقولوا يا إخوان أو إنه ليش ما تزيدوا رواتبنا، بقولوا يا إخوان ارجع اقرأ المادة 111 و112 الدستور بتفهم إنه إحنا في مجلس النواب ليس لدينا أي صلاحية حقيقية في زيادة النفقات أو تخفيض الإيرادات، وبالتالي إحنا أصبحنا بالنهاية دورنا فقط هي الرقابة على فصول الموازنة إما بتخفيض النفقات أو بزيادة الإيرادات. وبقول إحنا الآن بحاجة إلى مثل هاي الندوات مثل هاي اللقاءات مثل هذه الجلسات، وبشكر حقيقة مرة ثانية كل القائمين عليها، وبتمنى إنه دائماً نلتقي كل من يعمل في هذا الوطن حتى نساهم بمزيد من نمو واستقرار وطننا، وبنفس الوقت في زيادة في مجالات التشاركية والعمل العام والخدمة العامة، لأنه في النهاية كل واحد فينا راح يرجع لبيته راح يبقى إلا هو العمل اللي أنجزه وقدرته على إنجازه ومدى حقيقة الخدمة اللي قدمها لمواطننا. بشكرك إخواننا وبشكر كل الموجودين، ويعني كنت أتمنى يكون مجال أكثر، لكن بارك الله فيك ويسعد صباحكم. شكرا سعادة الأستاذ عمر قرقيش مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب على هذه المداخلة الغنية بالأفكار والملاحظات، ونتمنى عليه وعلى زملائه في المجلس أخذ كل هذه الملاحظات بنظر الاعتبار عندما تشرعون في مراجعة قانون اللامركزية التي نأمل أن يتحول إلى المجلس إن لم يكن في الدورة العادية القادمة ففي الدورة التي تليها. أختنا وصديقتنا وعزيزتنا وشيختنا الأستاذة وفاء بني مصطفى منسقة كتلة المبادرة النيابية، تفضلي لو سمحت. صباح الخير للجميع. شكرا استاذ عريب الرنتاوي على هذه ومركز القدس للدراسات على هذه الورشه القيمه، وانا باعتقادي شراكتنا مع مجلس او مركز القدس بدات منذ المجلس الماضي ككتله مبادره، وكان اهم النقاط اللي فعلا استفدنا فيها كثيرا من الدراسات اللي قام فيها المركز هو قانون الأحزاب. والآن بدأنا مع في هذا المجلس بدأنا مع مركز القدس أيضا شراكة تكلم عنها الأستاذ عريب مع عدد آخر من الكتل واللجان المهتمة والأحزاب بخصوص ما يسمى بالإصلاح السياسي أو مشروع الإصلاح السياسي، ومشروع هو وطني يخص كل القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي واللامركزية. نحن نعتبر في المبادرة عندما أطلقنا برنامجنا قبل ما يقارب 5 شهور اعتقدنا أنها نقطة البداية، وأنه لا يمكن الذهاب إلى قانون انتخاب يستجيب لمتطلبات
الإصلاح السياسي الحقيقية دون إصلاح حقيقي في قانون اللامركزية. فلا يمكن البناء والوصول إلى الدور العاشر مادام الأساس مختل، ونعتبر أنه اللامركزية هي فرصة لابد من تجويدها والاستفادة منها وليس مهاجمتها والمحاولة النيل منها وتشويه صورتها أمام الرأي العام الأردني كما هو الحاصل، واعتبارها نفقات زائدة ووضع أعضاء اللامركزية في صورة من يريدون أمور لأنفسهم، لأنه هذا نهج خطير بعتقد جدا، نهج تشويه المؤسسات وخاصة إذا كانت منتخبة. أنا بعتقد بأنه من المهم جدا أن نقف جميعا في اللابلديات واللامركزية وفي البرلمان سد منيع وقوي أمام كل الجهات أو المؤسسات التي تحاول النيل من المجالس التمثيلية، لأن هذه المجالس تكتسب شرعية مختلفة كونها منتخبة وتأتي من ثقل شعبي وتأتي بتمثيل شعبي. هذه نقطة لابد لي من الوقوف عندها، ولا أستطيع أن أتكلم عن ما أود في اللامركزية دون أن أتكلم عن هذا الإطار. فأنا بالنسبة لي إصلاح مجالس المحافظات مهم وتقويتها مهم كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب. أريد مجلس محافظات قوي وتنموي وقادر على القيام بالدور الخدماتي الذي أثقل وشوه الدور الحقيقي لمجلس النواب وجعل النواب محصورين غير قادرين على الرقابة والتشريع بسبب ثقل الدور الخدماتي، وأصبحوا وبقوا للأسف الشديد. بعتذر أنا عم بحرك البرزنتيشن وبقوا مع الأسف الشديد في هذا الإطار لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأدوارهم الوطنية نتيجة هذا الأمر. بدي أدخل شوي بالتفاصيل وأقول إنه بعد مرور تقريبا عام على تجربة اللامركزية في عنا تشوه واضح بالقانون، هذا الجميع مجمع عليه، وفي آراء كثيرة محترمة وصلت من مجالس المحافظات حول بعض النقاط المهمة والأساسية التي لابد من تعديلها في قانون اللامركزية. وبعتقد هنا الدور علينا نحن في مجلس النواب أن نفتح ليس فقط آذاننا وندير حوارات شكلية، وإنما نفتح عقولنا وقلوبنا لإنجاح هذه التجربة وعدم اعتبارها تجربة منافسة لتجربة البرلمان، لأن الأصل أن تكون هنالك أدوار تكميلية. البرلمان يقوم بأمر آخر مختلف عن ما يقوم به مجلس المحافظة، وإذا اختار بعض البرلمانيين البقاء في زاوية المهام الموكولة بحسب الدستور وبحسب القانون الآن إلى مجالس المحافظات، فالأصل أن يتنازلوا عن مقاعدهم في مجلس المحافظات ويذهبوا للترشح في مجالس المحافظات، يتركوا البرلمان ويذهبوا إلى مجالس المحافظات، لأنه الأمور يجب أن تكون واضحة ويجب أن نبتعد عن الحوار اللي فيه مجاملات وفي شكليات. لابد من لكل طرف من أن يقوم بالأدوار المطلوبة منه على أكمل وجه. فهذا الجزء الأول هو متعلق بأن يكون لدور بعتقد أنه إصلاح العلاقة بين مجلس المحافظات والنواب يبدأ بإصلاح القانون، يكون لنا دور حقيقي في إصلاح القانون في تقوية الصلاحيات وتفويض الصلاحيات الممنوحة للمجلس حسب القانون ووضع كافة السبل للدعم المادي والبشري داخل القانون. اثنين، أنا بعتقد في شق مهم جدا ومعنا رئيس اللجنة المالية الحالي، وإن شاء الله إذا ما بده يترشح لمواقع أخرى يظل رئيس اللجنة المالية القادم، الجزء المتعلق بالموازنة، وأنا بعتقد أنه جدا مهم، والحكومة تنبهت لبعض هذا الجزء أو لشق من هذا الجزء عندما دعت مجالس المحافظات إلى بعضها إلى جلسات إقرار الموازنة الخاصة بكل محافظة مؤخرا. بعتقد أنه مهم جدا ننظر إلى الجانب ليس فقط المالي نحن كنواب، إلى الجانب التنموي، لأنه الموازنة لها شقين، لها شق مالي ولها شق
تنمو، وبالتالي لابد أن يكونوا هؤلاء حاضرين في موازنة 2019، وأن يسجل مجلس النواب انطلاقة جديدة لمناقشة الموازنة الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحيث يحضر كافة أعضاء أو جزء منهم، لأنه أنا ما بتفق أنه العدد كبير، وأننا في القوانين القادمة يجب أن نقلص العدد. يعني جرش لا تحتاج 22 ممثل، والمملكة باعتقادي لا تحتاج 380 ممثل، أو أن يكون هنالك مكاتب تنفيذية قادرة فعلا على أن تكون ممثلة بصورة كاملة للمجلس، فلا يحتاج إلا رئيس المجلس أو المكتب التنفيذي إلى أن يكون متواجدا. فهذا أمر غاية في الأهمية، وبتمنى أنه يدخل ضمن التوصيات التي يعني تنقل إلى مجلس النواب. هناك أمر آخر يمكن نحن كنساء مش عاجبينكم أن يجينا بالكوتا، سبقنا فيه باقي الأطراف، وهو أنه شكلنا تحالفات بين كافة المستويات التمثيلية من النساء على الأربع مستويات، يعني على المستوى المجلس المحلي، المجلس البلدي، المجلس المحافظة والبرلمان، لأنه هذه الأربع طبقات أو هذه الأربع مستويات للتمثيل يعني إحنا نعتقد أنه التشابك بينها والاستماع لبعضنا البعض هو أمر مهم جدا. ويعني إحنا في جرش شكلنا هذا التحالف، وعقدنا لذلك ثلاث أو أربع اجتماعات لغاية الآن بالتعاون ودعم من مؤسسة الشركاء الدوليين. فهذا الشكل من أشكال أيضا الاشتباك أو هذا والشراكة بين كافة المكونات، بعتقد أنه يدخل ضمن الممارسات الممكن تكون جيدة. بدي أحكي شوي عن المطلوب من الحكومة. أنا بعتقد بأنه الحكومة، ممكن مبارح كان في لقاء مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، تكلم عن أنه عن قصة وزارة للبلديات والمجالس المحلية. أنا بعتقد أنه توحيد المظلة جدا مهم، وحالة التخبط الحكومي اللي شفناها في الحكومة الماضية، يعني القانون بتكلم عن وزارة البلدية، عن وزارة الداخلية بوضوح وبصراحة، والأخ مصطفى كان رئيس اللجنة يعني يعلم تماما أنه كان المقصود هو وزارة الداخلية. وفي كل دول العالم، أنا زرت وشاهدت تجربة المغرب في اللامركزية، وزارة الداخلية أو يعني يتم استحداث ما يسمى بوزارة الحكم المحلي. فلكن بقاء التخبط وهذا القرار اللي طلع ونقل بعض الصلاحيات إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رغم أن في القانون، أنا بعتقد إنه هذه الحالة يجب أن تنتهي، ويجب أن يكون هنالك توحيد للمظلة التي يعني لها علاقة بهذا الأمر. وأنا شخصيا بقترح وأضع على طاولة الحوار والنقاش، ما جدوى أن يكون هنالك وزارة للحكم المحلي والبلديات، حتى نقرب أيضا بين البلديات وبين مجالس المحافظات، لأنه دورهم مش متشابه، دورهم مختلف عن بعض، ويمكن أن يكون بينهم عمل رائع إذا ما كان هنالك مظلة توحد هذا الأمور. الأمر الآخر اللي بعتقد جدا مهم هو، اشتغلنا عليه شوي مع الأستاذ عريب، هو نظام تمويل الأحزاب. أنا باعتقادي إدخال الأحزاب إلى الموضوع يجب أن يأتي يعني بعدة طرق، وأحدها ما يعني وأهمها أنا بعتقد في الأردن هو نظام تمويل الأحزاب اللي عفى عليه الزمان، واللي أنا بعتقد بأنه رغم أنه حديث الإقرار إلى أنه قديم الأفكار. فيعني مع الأسف الشديد يجب أن يكون هنالك ربط لتمويل الأحزاب بعدد ما يحصلوا عليه من أصوات في كافة المستويات التمثيلية، ومن هنا نشجع الأحزاب على أن يكون لها مرشحين مش بس في المجالس النيابية، وإنما أيضا في المجالس المحافظات ومجالس البلدية وحتى المجالس المحلية، وهذا أمر مهم جدا. الأمر ما قبل الأخير اللي بدي أشير له، أو الفكرة، هي فكرة شاهدتها في التجربة المغربية وأعجبت بها جدا، هي كيف أن يكون إيكال والمهام الفرص الاستثمارية
الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية في كل محافظة وفي كل جهة يكون عبر مجالس المحافظات. بعتقد بأنه وضع الخارطة الاستثمارية بالشراكة مع مجالس المحافظات سيعزز الميزة الاستثمارية لكل محافظة بصورة كبيرة جدا، وهذا سيقوي المجلس المحافظة ويعطيه دور لا يقوم به أحد آخر، لأنه هذا الدور غير موجود عندنا في الأردن. في عندنا مركزية في الاستثمار، لأنه في عندنا وزارة حتى ما عندها دوائر في المحافظات ولا عندها مكاتب ارتباط على مستوى الأقاليم. أنتم بتلاحظوا بس الخطة في عقل المدرب، المدرب موجود بعمان، والمدرب إذا صدمته سيارة بتنتهي الخطة في عمان. فبالتالي لازم يكون في عندنا اللامركزية في الاستثمار، وأن نحاول أن نضعها في ملعب المجالس المحافظات، وأنا متأكدة أنهم رح يقوموا بدور جيد ومتصاعد في هذا الموضوع. الفكرة الأخيرة اللي بدي أحكي عنها هي أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني والجانب الإعلامي لمجالس المحافظات وتقويتهم ومساعدتهم، لأن هذه تجربة وليدة وجديدة، وهم إذا لم يكن لديهم صلاحيات فهذا ليس ذنبهم، وإذا كان القانون مشوه ليس ذنب من ترشحوا على هذا القانون وفازوا بانتخابات نزيهة على هذا القانون، ويعني تطوعوا إلى أن يكونوا جزء من الخدمة العامة في البلد. فأنا بالتالي بشجع على أنه يكون أيضا هنالك لقاءات يمكن عبر مؤسسة القدس أو مراكز أخرى متخصصة أو حتى عدد من المنظمات الدولية أن تفتحوا العلاقة بين مجالس المحافظات والإعلام حتى يتمكنوا من إسماع صوتهم إلى الرأي العام الأردني بصورة أكثر وضوحاً، لأن من مصلحتنا جميعاً أن نقوي هذه التجربة وأن نسير بها إلى الأمام. وآخر كلمة بدي أحكيها أنه أنا كنت أشعر بأن هذا المشروع سيحقق، عندما يعني دافعت عنه بكل قوة في مجلس النواب كنت أشعر ولا زال لدي هذا الأمل أن هذا المشروع سيحقق العدالة الغائبة في التنمية بين المحافظات، وأتمنى فعلا أن نقف يعني معا وبجانب بعضنا البعض من أجل تقوية هذه المجالس وباقي المجالس حتى نصل إلى حالة المشاركة الشعبية الحقيقية التي تمثل الجميع. وشكرا. شكرا جزيلا سيدة وفاء بني مصطفى منسقة كتلة المبادرة على الكلمة الغنية بالأفكار وبالمقترحات وبالرغبة بالعمل سويا في إطار المجلس النيابي ومع مجالس المحافظات من أجل النهوض بتجربة اللامركزية في الأردن. مسك الختام مع صديقي العابر للمجالس النيابية والمراحل والحقب الدكتور موسى الوحش من كتلة الإصلاح النيابية. تفضل سيدي، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبداية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومثل هذه اللقاءات التي تتكرر كثيرا، وأنا يعني أشفق على أخي عريب والإخوة من كثرة الورش ومن كثرة الندوات ومن كثرة، لكن يبدو أن يعني لا زال نحن برضو لن نحبط بإذن الله، وسنبقى متفائلين. لا زال عنده نفس في هذا الأمر طويل، ونحن أيضا كذلك. وأنتم أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعينكم أيها الإخوة أعضاء المجالس المحافظات الموجودين والغائبين، أن يعينكم على الصبر، بالصبر يعني أن يعينكم بالصبر على ما أنتم فيه، لأنه نحن مررنا في هذه التجربة، سواء في مجلس أنا مررت فيها مجلس أمانة عمان بداية، لكن بعد يعني جهد جهيد حصل المجلس على يعني صلاحيات وأصبح له كيان. بالتأكيد أول فترة لهذا المجلس فيه عقبات، نعم تظهر الثغرات والعيوب من خلال التطبيق على أرض الواقع، فيأتي التحسين إن شاء الله بالمرحلة القادمة، وإن شاء الله الأيام القادمة يكون في مجال
لتحسين هذه العملية. لكن أنا بسرعة بدي يعني أقفز إلى موضوع العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات بشكل يعني مباشر. وأخي الإخوة الذين تحدثوا يعني جزاهم الله خيرا، وأخونا أبو زيد نائب أحمد الصفدي قال إنه ما فيش علاقة، قال ما في علاقة، وهو يعني أنا فعلا بأيد إنه ما فيش علاقة حاليا، لأن البعض هناك نظرة كانت لإنشاء هذه لموضوع اللامركزية أن يتخلص النواب من عقدة الخدمات، وأن يصبح النواب نواب وطن وليس نواب خدمات، ويتحول الأمر كله إلى هذه المجالس. كنا نقول هؤلاء نواب محافظات، نواب محافظات سيأتوا. فحتى الآن لا زال أنا عم أشعر أن هناك مش بس إنه مش علاقة، هناك تخوف، حتى كان تخوف ما بين مجلس النواب ومجالس المحافظات. النائب يشعر أن هذا الذي جاء إلى محافظة سيأخذ موقعه، وفي المحافظة يشعر أنه هذا يخدم الوطن ويخدم المجتمع اللي هو فيه، ومن حقه أن يأتي إلى هذا العمل. ما هو السبب؟ ما هو السر؟ السر طبعاً يعني أنا أقول مباشرة، غياب الحياة الحزبية هذا أمر مهم، قانون الانتخاب الذي يأتي مجلس النواب برضو أيضاً مهم، النائب الذي يأتي إلى مجلس النواب إذا لم يخدم الناس لن يأتي عضو في مجلس النواب، راحت صفة التشريع والرقابة الأساسية الموجودة في مجالس النواب، وبالتالي أصبح يعني نائب والعضو مجلس المحافظة سيان، يعني أمر واحد، وهذا يجب أن يتميز، وهذه هي مشكلة المشاكل إذا بقينا على هذا الوضع، وهذا ما كنا نحذر منه سابقا، نخشى من أن تكون هذه المجالس عبء جديد يضاف إلى العبء الموجود في مجلس النواب الآن عبء، رغم أنه مهم جدا، حتى لو كان ضعيف مهم، مؤسسة يجب أن نحافظ عليها، لكنه يشكل عبئا نظرا للمدخلات التي تتم بسبب قانون الانتخاب. أنا يعذروني إخوان النواب، يعني مو بنفس إحنا بنتكلم نفس الهم، يعني همنا واحد، إنه قانون الانتخاب الذي يأتي عليه النواب هو من المآسي. وأنا أذكر أخي عريب، أكثر من 27 حزب وقعنا إذا بتذكر وقعنا على تعديلات في قانون الانتخاب، 27 حزب ضرب بها عرض الحائط ولا سألوا فيها نهائي، 27 حزب، لأنه هناك غياب للإرادة السياسية، أنه ما بدنا حياة حزبية حقيقية، ولذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة. يعني أنا بجزء أنه أنا هاي مقدمة طلعت برا ال لكن الآن ما يتعلق في موضوع المجالس، حقيقة أنا أعتقد أن الذين يعملون في هذا المجال هم أقدر على أن ينتقدوا الذين عملوا في خلال السنة اللي مرت، أصبحت لديهم تغذية راجعة عن الثغرات وعن نقاط الضعف اللي وجدت من خلال التطوير. أنا لا أدري كيف سيعمل هذا المجلس، هو الذي جاء أصلاً يعني بفلسفة معينة، وهي تمكين هذا المجلس، تمكينه من أنه يكون معه صلاحيات ويتحرك في مجال التنمية ومجال في الإدارة المحلية إلى غير ذلك. لكن كيف يكون هذا وهناك تغول من المحافظ على مجلس المحافظة؟ عندما نقول أنه هذا مجلس منتخب، الأصل أن يأخذ صلاحيات في المحافظة كما يأخذ مجلس النواب صلاحيات على كل المملكة، يعني رقابة وتشريع ومتابعة. الرقابة لما أقول رقابة، متابعة كل الأعمال الحكومية في المحافظة، يراقبها مراقبة ويسائل ويشكل لجان وإلى غير ذلك. أما أنه والله يعني ما يتعلق بالبلديات مثلا، الاطلاع على تنفيذ المشاريع، الاطلاع على تنفيذ الموازنات، الاطلاع، وتجي للمكتب المجلس التنفيذي إعداد 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 إعداد، كله إعداد. المحافظ يقوم بالتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والحكومة، المحافظ معناته أخذ صلاحية. أنا أعتقد أن هناك ثغرات في هذا القانون،
ويجب أن نستفيد من هذه الثغرات من الإخوة الذين يعملون في الميدان. نعم هناك الآن شعور بالإحباط، أنا ألتقي مع عدد كبير من الإخوة يشعرون بالإحباط. بالتأكيد أن عندما تضع شخص في مكان معين يجب أن تيسر له الإمكانيات حتى يتحرك. نعم هم بحاجة إلى يعني الناحية المادية، الناحية المادية برضو مهمة. وعندما قلنا إنه هذا المجلس هو عبء جديد إذا لم يكن مجلسا حقيقيا أو هذه المركزية، هذا الآن هو الواضح. إذا عدم إعطاء موازنة لهذه المجالس، موازنة لكل مجلس يستطيع أن يتحرك بها، أيضا هذه من سبل أو من أسباب ضعف هذه المجالس، لأنه أمر طبيعي يعني أنت واحد بدك تفرغه لهذا العمل يتحرك ويروح ويجي وكذا، يعني بده كان يمشي حاله أقل ما فيه يقدر يوصل الدائرة يروح ويجي إلى غير ذلك. فهناك ثغرات كثيرة تظهر من التطبيق وظهرت ونحن أيضا لاحظناها كثيرا. موضوع الموازنة بالتأكيد أنه حتى الآن لا زال الأسلوب المتبع، ونعرف مراحل إعداد الموازنة كيف يتم، اللي هي الإعداد والإقرار والتنفيذ والتقييم، تقييم الأداء، وطريقة الموازنة أيضا مستخدمة هي مركزية الإيرادات المتبعة الآن، مركزية الإيرادات ولا مركزية النفقات. نعم هذا صحيح، يجب أن تنتقل إلى المحافظات لا مركزية الإيرادات ولا مركزية النفقات، لا مركزية على الحالتين، لأن هذا عمل المجلس لا مركزية. ونحن في كتلة الإصلاح أو في التحالف الوطني للإصلاح عندما أتينا بأعضائنا أتينا بهم مسبقا، يعني كتلة سابقة وليست كتلة لاحقة، وهذا أيضا تكرر في مجلس النواب. وهنا أؤكد على موضوع الحياة الحزبية وضرورة أن يكون للأحزاب دور في المرحلة القادمة إذا أردنا إصلاحا حقيقيا، أن يكون للأحزاب دور، أن يكون الانتخاب على أساس برامجي، ولا يمنع أنه يكون في وزارة أيضا خاصة بمجالس المحافظات وبما يدور في المحافظات من العمل البلدي وإلى غير ذلك، كلها تكون اللي هي وزارة الإدارة المحلية مثلا. لكن كيف تكون لا مركزية وهي تتبع لوزارة التنمية والشؤون السياسية، علماً أن هذا مخالف للقانون. القانون هي تتبع لوزارة الداخلية، لكن ليس أنا اقتراحي أن تكون تتبع لوزارة مستقلة يعني تشكل لهذا الغرض. ولذلك يعني هناك جهات معينة لها رغبة في إفشال هذه التجربة، كما فشلت المجالس الاستشارية سابقاً، فلا نريد أن نكرر التجربة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الهدف أو هدفنا جميعاً أن يكون هو إصلاح، وليس أن نبقى نتباكى ونتلاوم، لأنه إحنا حالة هذه أصبحت طبيعية، راحت الأوضاع كذا كذا. لا، كل واحد له مكان، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينا من قبلك، كل واحد له دور، ولا نستهين بدور أي إنسان في هذا المجتمع، لأن المجتمع إذا صلح المجتمع صلح كل، إذا صلحت الأفراد صلح المجتمع وصلحت الحياة في هذا المجتمع. ونحن أحوج ما نكون إلى أن نكون متكاتفين متعاونين. حاليا الوضع الراهن بالتأكيد الموازنة في موازنة المحافظات عندما يوضع نسبة 3% من الموازنة، هذا بدون المنح 3%، وإذا دخلنا المنح يمكن تطلع النسبة اللي بتأخذها المحافظات 2% أو 2.25% أو 2.5% من موازنة الدولة. والمحافظات من المحافظات هي الكيان، هي الوطن. المحافظات هي الأساس، وهي والتنمية. إذا أردنا أن ننمي أن نعمل تنمية في المحافظات ونشغل أيدي عاملة وإلى غير ذلك، يكون في دور كبير للمحافظات، يجب أن تأخذ أكثر من 3% أو 2.5%. يعني هذه محافظاتنا تأخذ 2.5% من موازنة أو 3%، أنا أعتقد أن هذا أيضاً كمان فيه إجحاف وفيه إبقاء على الفقر والبطالة والتردي وضعف انخفاض نوع الخدمة إلى غير ذلك. إحنا بهمنا أن نرتفع بالخدمات ونرتفع بالمواطنين أكثر وأكثر.
يعني لنا ملاحظات نحن في كتلة الإصلاح، عندنا النقاط يعني صحيح بحاجة إلى تعديل في قانون الانتخاب، وإن شاء الله يعني نتعاون مع الإخوة ومعكم. وضروري جدا أنا أقول هنا ضروري التغذية الراجعة من الإخوة والأخوات العاملين في مجالس المحافظات. أنتم عاينتم الأمر على الواقع وحصلتم على معلومات وواجهتكم تحديات وعقبات وصعوبات كثيرة. نحن بحاجة إلى أن نلتقط هذه ونحاول أن نحسن من الوضع ونتخلص من هذه طبعا شيئا فشيئا. طبعا ما نقول مرة واحدة مش راح نقدر مرة واحدة تدريجيا، وعليكم بالصبر، عليكم بالصبر كما صبرنا سابقا. بالصبر تأتي الأمور، مرة واحدة لا تأتي. جاي أنت على مكان، هذا المكان هم كانوا ماخذين راحتهم وصلاحيات كاملة، وجيت تنافسهم أو تراقبهم، هذا الأمر طبعا مش سهل، لا تفكروا أنه سهل. وأخوان الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى، يعني لازم يكون عندكم إرادة قوية. الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى، وأقول تؤخذ ولا تعطى. وأنا أذكر مثال على مجلس أمانة عمان، عندما جئنا إلى مجلس أمانة عمان مكاتب ما فيه ولا مكتب، ظلينا مصرين إصرار وأخذنا مكاتب وإلى غير رؤساء لجان محلية، أخذنا رؤساء لجان محلية. يعني بدها إصرار، بدها عزيمة من الإخوة أن لا تضعفوا، أن يكون صوتكم صوت واحد، هكذا ممكن أن تصلح الحال. والله الكلام كثير لكن لا طبعا نترك المجال للإخوة. وبارك الله فيكم وأشكركم على حسن الاستماع، وتعذرونا على ما تكلمنا به. وبارك الله فيكم والسلام عليكم. أشكر سعادة الدكتور موسى الوحش من كتلة الإصلاح النيابية على هذه المداخلة التي التقت مع كثير من ما ورد في المداخلات السابقة في هذا المجال واختلفت معهم. لدينا إخواني الكرام 40 دقيقة لأسئلة وملاحظات في هذا المجال. مبكراً بعث لي الدكتور مصطفى العماوي يريد حديثاً، لذلك أرجو الاختصار ما أمكن يعني دقيقتين ثلاثة لو سمحتوا. جاي الدور يا سيدي، جاي الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً لك ولمؤسستك. هي بس عبارة عن عناوين فقط، لأن الحديث في هذا القانون أخذ شهور وأخذ توجيهات كثيرة حتى برز كما هو موجود الآن وفيه نواقص. أكبر شراكة مع مجالس المحافظة أو مجالس البلديات وجود السادة أصحاب السعادة النواب اللي موجودين حالياً، واللي بيطالبوا الآن وعم بيضغطوا وعم بيعملوا توجيه ورأي عام حتى يكون هنالك تعديل في النواقص. إخواني الحضور وخاصة أصحاب السعادة النواب، كان لهذا القانون انقسامات في الحكومة السابقة آنذاك عندما كان هذا القانون قد يشرع، وانقسام في مجلس النواب، كان انقسام في نقل الصلاحيات أو توفيضها. تفويض الصلاحيات ربما قد يؤدي إلى سحبها، لكن هو كان لابد من نقل الصلاحيات كاملة إلى المجالس التنفيذية في المحافظات، وأن يكون هنالك قرارات وتعديلات في كافة تشريعات المملكة وليس في قانون يخص اللامركزية. المهام التي أعطيت للأعضاء مجالس المحافظات اللي هي المقصود فيها اللامركزية كان صراع بين وزارات متخصصة، وكان هنالك توجيه أن تكون اللامركزية وحدة من وحدات بعض الوزارات. وكان دولة رئيس الوزراء آنذاك قد طلب شخصيا وضغط أن يكون تنفيذ هذا القانون بعد 2020، لكن هنالك كان في تدخل ملكي سامي، وجلالة الملك تدخل حتى في بعض الاستقلالية للمركزية حتى يكون هنالك هذه المهمات التي الآن فيها معيقات وفيها نواقص كثيرة جدا. ونحن نعلم كنا في ذلك الوقت أنها كانت ناقصة، لكن وجود المجالس المحلية في البلديات كان هنالك تداخل آخر، والآن لا بد من تعديل أيضا المجالس المحلية فيما يتعلق في البلديات. بالنسبة للقوانين الآن، الحكومة الحالية عندها الرغبة الكاملة في تعديل قانون اللامركزية والأحزاب والانتخاب وبعض التشريعات التي تتعلق في نقل وعدم تفويض الصلاحيات نقلها. مهام المحافظ يعني للأسف هي شكلية، لأن مدير إحدى المؤسسات في أي محافظة
قد يقيد المحافظ، لأن المحافظ هو يرأس المجلس التنفيذي لكن ما بيقدر يعرف شو في داخل المجلس التنفيذي، لأن كل مجالس تنفيذية تأتمر بأمرة الوزراء في المركزية في عمان وليس بأمرة المحافظ. فالمحافظ كان هو عبارة عن رئيس مجلس شكلي، لكن بالنتيجة نحن نشكرك جدا، والحديث في هذا الموضوع كامل، وأشكر السادة النواب على التعاون وعلى الفزعة في تعديل مجالس. شكرا. كان في الأستاذ نبيل غيشان كأنه طلع. تفضل سيدي، تفضل. دكتور مهدي العالمي، أختلف مع كل الزملاء المتحدثين من أنه قانون اللامركزية لا يعطي صلاحيات للإخوة أعضاء مجالس المحافظات، وما أشعر به أن أعضاء مجالس المحافظات لا يريدون أن يعملوا ولا يعرفون كيف يعملوا. الآن مجالس المحافظات لم تثبت نفسها، لا يوجد هناك ناطق إعلامي لكل مجلس، لم نسمع في يوم من الأيام بأنه الأشخاص الذين انتخبوا قد التقوا مع قواعدهم الجماهيرية التي انتخبتهم وسألوهم ماذا تريدون وهل مسارنا صحيح. كذلك لم نشعر بأي تحسن في الخدمات البلدية. أليس ينص بالقانون بوضوح بأن أعضاء مجالس المحافظات يراقبون كيفية تنفيذ البلدية لموازنتها؟ هل استطاع هؤلاء، اسمحوا لي معلش، طيب اسمحوا لي، لا موجود بالقانون وانا درست القانون دراسه وافيه وعملت 30 فيلم فيديو. يا سيدي خلوه يقول ما يشاء. نعم. وانا ارد عليه، بس انا بتمنى في هاي الجلسه لو سمحتوا انه تروح ملاحظاتنا اكثر للنواب، لانه عندنا جلسه للمجالس. كمل بس اخ قريب، راح اجاوبك. باستطاعه مجالس المحافظات ان تسحب البساط من تحت اقدام مجلس النواب ومن تحت اقدام المجالس البلديه، عندها صلاحيات واسعة، لكن هل وضعت خطط استراتيجية؟ نعم. هل يوجد بينهم مخططين استراتيجيين؟ هل أعلنت هذه الخطط الاستراتيجية؟ اسمح لي يا أستاذ، لما يجي دورك احكي. طيب. أيضا يا أستاذ عريب، إذا سمحت وتكرمت، مطلوب من مجالس المحافظات إنها تراقب أداء الدوائر الحكومية الموجودة داخل محافظاتها. لم نسمع شيء عن هذا الكلام. طيب يا سيدي. آخر نقطة. وضحت الفكرة. لا، تسمح لي شوية. كذلك أخي الكريم، كذلك مطلوب منها بأنها تبحث عن النقاط التي تعاني من نقص في الخدمات. إحنا كشعب كجمهور لم نلاحظ أنها موجودة. ولا تقول لي إنه والله ما عندهم خدمات لوجستية. ما هو لو بدهم يعينوا سكرتيرة ب200 دينار أحسن سكرتيرة، مراسل ب200 دينار، لو كل واحد دفع 5 دنانير. الوقت خلص يا سيدي، وصلت. وشكرا يا سيدي. وصلت ملاحظتك، يعني الوقت انتهى. بدي أعطي الكلمة لسعادة النائب الأستاذ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية بدي أشكر مركز القدس للدراسات، وأشكر الأستاذ عريب على هذه صراحة الندوة، أنا بقول المفيدة جدا، وخاصة أن حضورها كوكبة من أبناء هذا البلد، متنوعة أحزاب ونقابات ونواب إلى آخره، ولا مركزية إلى آخره. حقيقة يجب أن نعترف بأن قانون المركزية هو قانون حديث، وهي تجربة أولى في المملكة الأردنية الهاشمية. لابد أن أي قانون في بدايته وتجربته لابد أن يكون هناك ثغرات وهناك تعثر في بداية المسيرة، بس ما بيجوز إن قطعياً إن نحبط هذه الإرادة الملكية أولاً والإرادة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية اللي بتدعي للامركزية، وإحنا كمجلس نواب يجب علينا دعمها وتعزيزها ودورها. وفي العودة إلى حقيقة عنوان هذه الندوة اللي هي الشراكة بين اللامركزية والبرلمان، الحقيقة إنها شراكة ضعيفة جداً وشبه معدومة. إحنا بنتمنى إنه تتعزز هذه الشراكة، وأن مجالس المحافظات من خلال رؤسائها أن يشكلوا زي مجلس النقباء، وأن يقوموا بإعداد اقتراحات في تعديل القانون، وخاصة أن الآن الحكومة تتجه إلى تعديل. نعم. القوانين، وهناك تتجه إلى إصلاح.
رؤساء مجالس المحافظات كل يجتمع في محافظته في مركزه ويشكله يعني حقيقة كتلة للتواصل مع البرلمان ومع المعنيين في البرلمان من أجل أن نأخذ اقتراحاتهم ونعزز دور هذه التجربة اللي أنا بعتبرها إيجابية جدا. نعم. إذا نجحت وراح نتقدم فيها وما بيجوز أن نحبطها قطعيا. شكرا، حبيت بس أعطيها شكرا جزيلا بشكل بسيط. اسمع فاني، أنا بوعدكم من سكر طابق هذا قبل ما كل واحد فيكم يتحدث، بس أنا في عندي كم هائل من المتحدثين وباخذ واحد من كل ضلع من أضلاع الطاولة، فطولوا بالكم لن يغادر أحد هذه القاعة قبل أن يدلي بدلوه. ثقوا فيي في هذا الموضوع، ثقوا فيي، خلص ثقة. هاي النواب قالوا ثقة. تفضل يا سيدي، يلا. إيه. هلا بعده. لا شكرا أستاذ عرايب، وشكرا لمركز القدس على هذه الفرصة. أنا أرى أنه لا يمكن نعالج أي مشكلة من هذه المشاكل إلا بالأحزاب السياسية. وبدي أحكي تجربة صغيرة، إحنا عنا أعضاء في كحزب سياسي، عنا عضو في البلدية وعنا أعضاء في اللامركزية وعنا عضو في مجلس النواب. حدثت مشكلة مع عضو البلدية وعضو اللامركزية عن طريق نائبنا في مجلس النواب، قدرنا نحلها، بمعنى أن الأحزاب هي يجب أن تكون بيت الخبرة لكل المجالس المرشحة، بمعنى أن مجلس النواب يشترط أن لا يرشح لمجلس النواب إلا يكون حزبي، ولجميع المجالس والنقابات وغرف الصناعة والتجارة واللامركزية والبلديات، لأنه ملوش مقر، كل حزب له مقر في المحافظة، ملوش عندوش خبرة، كل حزب عنده مقرات في الخبرة. فيجب أن نكون قانون الأحزاب، وأنا أرى أنه قانون الأحزاب أهم من قانون الانتخاب، لأنه قانون الأحزاب هو الأساس وقانون الانتخاب هو وسيلة للوصول. فقانون الأحزاب هو الذي يؤسس لهذا العمل. ما بنقدر، أنا وقناعتنا أنه هذه القوانين، مجموعة القوانين تشتغل وحدة. نعم. ميكانيكية واحدة. ما بقدر أن أصلح عجل إلا مركزي والسيارة كلها خربانة، ممكن يطلع العجل جديد من الوكالة اللي جبته، ولكن أن يجب أن تعمل كوحدة ميكانيكية حتى نقدر نجابه كل المشاكل. فأنا أتمنى أن يكون التركيز مباشر على تطوير قانون الأحزاب، وألا يكون سيحصل سياسي سيحصل أو سيحصل اجتماعي إلا من خلال شكرا سياسي. وشكرا. شكرا. تفضل يا سيدي. وبعدين أستاذ نبيل غشان، طلبناك ما كنتش موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد واحد من كل ضلع وكلنا طالعين. جلال الخلايلة، عضو مجلس محافظة الزرقاء، رئيس اللجنة المالية والاستثمار والسياحة. بداية اسمحوا لي أن أشكر مركز القدس، ممثل بالدكتور عريب الرنتاوي، كل الاحترام والتقدير والشكر لمن حضر من أصحاب السعادة وأصحاب السعادة الزملاء. سيدي اسمحوا لي بس دكتور عريب اعطيني نص دقيقه زياده. اوجز الله خليك، شايف أوجز. انت شايف الحاله. الامر بدايه الامر فعلا كان هناك فجوه بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، انما الان بعد مرور عام بلشنا نلمس انه هناك تعاون من مجلس النواب الاردني، ولاحظنا ان هناك في دعم حقيقي، ان لم يكن دعم لوجستي هو دعم فكري. فمجلس النواب مش ضدنا ولا احنا ضده، مجلس النواب مجلس تشريعي، مجلس رقابي، احنا جماعة بنقوم بخدمات تنموية وخدمية، يختلف عن دور مجلس النواب. بالنسبة لأستاذي العزيز الأستاذ العلمي، لا مجالس المحافظات يا سيدي، شكرا لك اللي خليتني أجاوب، لأنه مجالس المحافظات اشتغلت. خليني أحكي على مستوى محافظتي الزرقاء. مديرية أشغال الزرقاء بال 2017 و16 و15 و14 صار في 100,000 دينار. بال 2018 وأنا رئيس اللجنة المالية، مديرية أشغال الزرقاء صار في 5,300,000. مديرية مياه الزرقاء صار في 5,500,000. مشاريع احنا متابعينها ومراقبينها وعلى ارض الواقع. فهذا انجاز لله مركزية. احنا عملنا مراكز صحية، عملنا مدارس، صيانة، اعضاء مجالس المحافظات الان عمالهم بيقطعوا عشرات الكيلوات وبسياراتهم الخاصة
مشان يفتشوا على مرافق صحية بمدرسة بقرية ويلاقوها صار لسنتين ما 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 الأطفال الأساسيين بيقضوا حاجتهم خلف الأسوار. والحمد لله وبإنجاز فوري وخلال 48 ساعة كنا عاملين مرافق صحية للإناث وللذكور. إمكانيات معنا، أدوات عمل معنا، مكاتب معنا. عندما تعد الموازنة وتأتي إلى مجلس المحافظة لإقرارها أدوات عمل نعمل عليها ما في قرطاسية، مكاتب، كمبيوترات. أشتغل كرئيس لجنة مالية أنا وأصحاب السعادة زملائي ما عندي إني أشتغل. المركزية لغاية الآن متجذرة. إن لم يدعم مجلس النواب بعد الحكومة، مجلس النواب الأردني إن لم يدعم مجالس المحافظات ويترفع عن صغائر الأمور لن تنجح رؤى جلالة سيد البلاد. شكرا جزيلا. وصلت الفكرة بشكل جيد. نبيل تفضل حبيبي. الله يعطيكم العافية. يعني أنا بس بدي ما أختلف مع كل ما قيل حول موضوع اللامركزية وأنه القانون جاء فارغا بدون صلاحيات وبدون آليات، لكن الحديث بدور دائما. وأنا من الناس اللي بيقولوا كمان أنه لازم يكون هناك دور فاعل للأحزاب في مجلس النواب، لكن للأسف كمان أنا ما بدي أحط وكأنه الأحزاب إذا بكرة وصلت للبرلمان أو تمثلت أنه هي راح تكون المنقذ. المشكلة أكبر من وصول الأحزاب. الأحزاب اليوم إذا بنشوف، وأنا بكل حياد، اليوم في عندنا 3 أو 4 أحزاب بالبرلمان. إذا بدي أخذ نسبة وتناسب عدد النشطاء في الأحزاب تحت القبة لا يختلف كثيراً عن الناس غير المنتمين للأحزاب. كمان الأحزاب في عندها ناس أيضاً ما بيقدموا شيء. لكن أنا اللي بقوله الديمقراطية هي المهم، والديمقراطية هي حالة وليس هي فقط المقصود الأحزاب. الأحزاب جزء من الديمقراطية، لكن والديمقراطية هي باتجاهين، شارع باتجاهين. لكن للأسف الدولة تريد أن تتحول من دولة الريع إلى دولة الإنتاج دون أن تضع في حسبانها نقطتين أساسيات: أن الذي يدفع يريد أن يطمئن إلى أمواله أين تذهب، يريد نظام للمحاسبة، يريد نظام واضح للمساءلة المالية أولاً، وثانياً لا يجب أن يكون هناك توسيع للمشاركة الشعبية في صنع القرار، إن كان في البرلمان وإن كان في وسائل الإعلام وإن كان حتى بالأحزاب وبكل المؤسسات الدولة. نحن بحاجة إلى ثقافة ديمقراطية راسخة. هذه مشكلة شكراً. في المجتمع. وشكرا. تفضل يا سيدي. جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور ماجد الخضري، عضو مجلس محافظة الزرقاء. يعني للأسف الشديد يعني تم إقرار المشروع اللامركزية قبل أن يتم تهيئة البنية التحتية لهذا المشروع. مجالس المحافظات بلا مقرات، الأعضاء بلا مكاتب، حتى أن هذا القانون هو قانون مفرغ من مضمونه، لا يوجد مضمون للامركزية. للأسف الشديد ولدت هذه المجالس ميتة، جثة هامدة. أنا كعضو في مجلس محافظة الزرقاء من عام ونيف أتساءل ما هي مسؤوليات هذه المجالس حسب القانون. مسؤوليات هذه المجالس إقرار الموازنة، ويقال إذا لم تقر الموازنة يتم العمل بها. الصلاحيات الأخرى، الاطلاع، اطلعنا كثير، الواحد صار بده نظارات من كثر ما اطلعنا كل مادة. الاطلاع على موازنة البلديات، الاطلاع. وبالتالي يعني هذا القانون لا يساهم بتطوير المجتمع ولا يساهم بتقدم المجتمع، بل أن هذه المجالس للأسف الشديد يعني حتى الآن غير قادرة على أن يكون لها دور مركزي في المحافظات الموجودة. شكراً. فيها إلا مركزية، بس آخر نقطة لو سمحت، إلا مركزية حتى هذه اللحظة مش معروف تحت مظلة مين. لحظة يقال أنها تحت مظلة وزارة الداخلية، لحظة أخرى تحت مظلة وزارة التنمية السياسية، لحظة أخرى شكلوا لجنة وزارية. وبالتالي يعني هناك
عدم وضوح في هذا المشروع، وهناك عمل على إسقاط هذا المشروع قبل ولادته للأسف الشديد. شكرا جزيلا. تفضل يا سيدي. جاي يا اخوان، جاي جاي، في الأخوين هنا، دوركم محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد فواز الخصاونة، عضو مجلس محافظة الزرقاء، مقرر اللجنة المالية. تحياتي للجميع. في البداية بدي ارد على اخوي العلوي. احنا نعلم العلمي نعلم جيدا ما لنا وما علينا بمجالس المحافظات، ونعلم كيف نتعامل مع قواعدنا الشعبية اللي قامت بانتخابنا وإيصالنا لمواقعنا. أما مداخلتي هون هي راح تكون بثلاث نقاط. باعتقادي إنه العلاقة بين مجلس النواب ومجلس المحافظة هي المشكلة فيها بالمصلحة الشخصية، من خلال النواب خايفين نأخذ إحنا قواعدهم، وإحنا نشتغل مع قواعدنا عشان نصير نواب المرة الجاي، بعيداً عن ما يحتاجه المواطن من خدمة اللي إجت من أجلها اللامركزية. وهنا لا أعمم. اثنين، لإنجاح اللامركزية على مجلس النواب إيجاد مظلة لمجالس المحافظات، وهنا أعني وزارة الحكم المحلي. النقطة الثالثة والأخيرة، وأسف للإطالة، على الحكومة من خلال البرلمان أن تعمل بشكل جاد لإنجاح هذه التجربة لما يحتاجه المواطن الأردني اليوم من شراكة حقيقية بينه وبين صانع القرار. والله يعطيك ألف عافية. شكراً. ستي تفضلي، دورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة سهام شديفات، عضو عن مجلس محافظة العاصمة لمنطقة النصر. بصراحة أنا بدي أشكر الأستاذ عريب الرنتاوي على هذا اللقاء اللي إحنا متعودين على التفاعل مع مركز القدس للدراسات. أنا في عندي، مش راح أقول كلام كثير، أنا عندي فلاشات. الكوتا ونحن نشكل 53% من نسبة سكان الأردن، يعني إحنا لا نستحق كوتا، إحنا ننافس منافسة. بس للي بده يرفض الكوتا ويخليها للأحزاب، نحن نشكل أكثر من نصف سكان المملكة. الحديث عن الأدوات، أعطيني سيارة ما تعطيني مفتاح سيارة، كيف بدي أتحرك فيها؟ أعطيتني قانون هش وما أعطيتني مرونة حتى أقدر أنا أنفذ الموجود بقانون اللامركزية. أنا بحكي عن الإدارة، أنا مشتتة بين إدارة التنمية السياسية، وزارة التنمية السياسية، بين وزارة الداخلية وبين وزارة التخطيط والتعاون الدولي. بدي أحكي للأستاذ العلمي. الأستاذ العلمي، بالعاصمة عمان 40% من موازنة العاصمة تنفذ بخابه بالعام 2018. للعلم، وحضرتك كنت مرشح سابق عن طلع العلي وتعرف أنه ما كان فيه تنفيذ. احنا بنعرف حضرتك، بس انت ما بتعرف انه احنا اشتغلنا. احنا نزلنا على الميدان بادوات ركيكه، نزلنا على الميدان، النائب ياخذ 3500 دينار، احنا ناخذ 450 دينار. نحن اسوه بعامل الوطن، ونحن عمال من اجل الوطن. رؤيه جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين من 2005 على تشكيل قاعده للامركزيه، وحضراتكم من نواب، من وزراء، من ناس مواطنين عاديين. نعم. ما قدرنا نفعل دور اللامركزية اللي هي رؤية جلالة الملك. كيف بدكم منا نشتغل وأنتم ربطينا ومكبليننا؟ شكرا. شكرا يا ستي. تفضل يا سيدي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النائب المهندس موسى حنطاش من كتلة الإصلاح. شكرا أستاذ عريب، شكرا مركز دراسات. أنا الحقيقة استغرب، يعني في تنشن كان أنتم ونحن، وكانوا إحنا مش في بلد واحدة ولا هدفنا واحد. أنا كنت أتمنى الحقيقة في الحديث من الأربعة المتحدثين، ثلاث منهم من عمان وأنا من عمان، أنا لا أشعر في مجالس المحافظات في عمان يعني، ولا أدعي للقاء لهم ولا في أي تواصل بيننا وبينهم. كنت أتمنى الأخت وفاء أن تتحدث عن تجربتها في جرش والتعاون مع مجلس المحافظات. كنت أتمنى المتحدثين أيضا من خارج عمان حتى يعطوا التجربة الحقيقية من الميدان. أنا اللي بدي أقوله يعني أيضا بالعرض، ما كان في آسف مهنية في الموضوع، إنه النقطة الفلانية نتفق فيها، في النقطة الفلانية كذا سنسعى كذا، كلياتها كانت أمور عامة بشكل. إحنا كلياتها متنافس على الخدمات، إحنا كنواب والله مفروض علينا الخدمات غصب عنا وعن أهالينا وعن زوجاتنا وغير ذلك، مداهمين في البيت في الأمور المالية والوظيفية والصحية وغير ذلك، ولا يعني مش باختيارنا هذا الموضوع. أنا اللي بدي أقوله أن إحنا يجب أن نخطط لمرحلة قادمة فعلا فيها مصلحة الوطن. نعم. ولا تقتضي أنه إحنا والله أنا وأنت، وإنما نكون نواب ومجالس محافظات وحكومة في مركب واحد حتى يبنى الوطن. وشكرا. شكرا يا سيدي. الجلسة الثانية راح نستمع لمجالس المحافظات مباشرة في هذا المجال. فضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الهاشمي الأمين. أنا اسمي سلطان حسان، أنا مساعد مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية. سيدنا الكل بيعرف أنه مجالس المحافظات، أنا بس بدي أبين نقطة معينة، ولدت من رحم وزارة الداخلية في البدايات، وعملت الوزارة بكافة المعنيين فيها بدءا من معالي وزير الداخلية وأصحاب العطوف الحكام الإداريين والموظفين على إنجاح هذه التجربة. قامت الحكومة من أجل تعظيم تجربة اللامركزية قامت بتشكيل لجنتين، اللجنة الوزارية لتطبيق اللامركزية برئاسة وزارة برئاسة معالي وزير الداخلية، وتم تشكيلها لاحقا أصبحت برئاسة معالي وزير التنمية السياسية، واللجنة التنفيذية هي برئاسة عطوفة الأمين العام لوزارة الداخلية، وتضم بعضويتها 7 محاور أو 7 أمناء عامين لتنفيذ اللامركزية. هذه اللجنة الآن تجتمع دوريا وتجتمع تقريبا بالشهر مرة أو مرتين برئاسة عطوفة الدكتور رائد العدوان أمين عام وزارة الداخلية، من أجل بحث كافة الأمور المتعلقة بمتطلبات إنجاح التجربة وتجويد العمل لللامركزية. الكل بيعرف أنه هاي تجربة وليدة، الكل بيعرف أنه هاي تجربة حديثة على مجتمعنا، نعم. والعمل جاري على إنجاحها، وفي اهتمام حكومي فيها بدءا من سيدنا، وليس انتهاءا بدولة رئيس الوزراء، التقى بأصحاب العطوفة رؤساء مجالس المحافظات مرتين، ويتم يتم غربلة كافة المطالب اللي بيطلبوها رؤساء المجالس، ومن أجل اتخاذ قرار من قبل اللجان. شكرا يا سيدي، ونريد أن ينعكس ذلك على قانون. تفضل سيدي، وشكرا على صبرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل الشكر لمركز القدس على هذه الورشة الذي نعتبرها من ذات أهمية كبيرة. إحنا بالنسبة للقانون، أنا طبعاً المهندس محمد الرحاحلي عضو مجلس محافظة البلقاء، يعني تحدثت كثيراً وأصحاب السعادة النواب تحدثوا عن القانون والنظام وضرورة تعديل هذه القانون، قانون اللامركزية والأنظمة الصادرة بموجبه، لأن حتى نتمكن من أداء الخدمة بشكل عام. العلاقة التشاركية أصحاب السعادة ما بتيجي بقانون، لا بتيجي بنظام. التشاركية هي مبادرات بتكون من مجالس المحافظة أو من أصحاب السعادة أصحاب النواب. إحنا اللي بنحكي فيه إنه لابد يكون في هدف استراتيجي، زي ما حكى الدكتور العلمي إنه لازم يكون في هدف استراتيجي لأعضاء مجلس المحافظة، حتى بالتالي نحقق الغاية من وجودها. هي الغاية من وجودها هي تنموية، أما المشاريع الرأسمالية هي مشاريع اعتادت عليها الحكومات السابقة، نعم. وتنفذ بكل ما تتمكن القدرة. إحنا اللي بنحكي فيه كمجلس محافظة، أنا بدي أختصر كثير، هي تمكيننا في العمل، تمكيننا في القدرة على التنفيذ، تمكيننا بالقدرة على المتابعة، التمكين بقدرة بكافة وسائله. الحكومة هي الحلقة الوسيطة ما بين التشاركية بين مجلس النواب وما بين مجلس المحافظة. إذا هي بتعطي صلاحيات لمجلس النواب للتوسع بالصلاحيات بتضعفنا إحنا، وبذلك إحنا بنحكي الحكومة يجب أن تكون على قدر كافي من الوقوف مع كافة المؤسسات المنتخبة. نعم، إحنا بطلع. من صلاحياتنا، وإحنا منحب، إحنا ضعف أو ثقة من الشعب على مجلس النواب الحالي أضعفنا إحنا. شكرا. إحنا حابين مجلس النواب يكون ينيل الثقة أو ينال الثقة من المواطنين حتى تنعكس علينا، وشكرا. شكرا جزيلا سعادة النائب، ثم الأستاذ ظاهر العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. جاي أخو جايك طول بالك. قنعوا يا سلمان. تفضل يا سيدي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا النائب الدكتور عيسى الخشاشني. ابتداء احنا نشكر مركز القدس وعلى راسهم اخونا الاستاذ عرايب على هذه اللقاءات الطيبه والمفيده. صحيح انا يعني من خلال تجربتي او تطلع وجهه النظر للامركزيه واعضاء اللامركزيه، انا اجل واحترم كل عضو من اللامركزيه على ادائهم، قد يكون قسم منهم متميز وقد يكون قسم منهم محبط وما إلى ذلك. وجهة نظري أنه نجاح اللامركزية تعتمد على صدق النوايا، سواء كان إحنا كنواب أو إخواننا كلامركزية. للأسف ما بقدر أعمم، غالبية إخواننا من اللامركزية بنزلتهم للانتخابات ونجاحهم بيعتبروها فيرست ستيب أنه يكون نائب، حقه
أنا لا ما بثني على هذا التوجه، ما في أي مشكلة، ولكن بالمقابل النائب بتصوري أنه بعد النظر اللي عنده أو وجهة نظر الموجودة اللي قد تحبط هذا العضو باللامركزية في تحجيمه في كيفية أدائه في الميدان قد يثني عمل اللامركزية، فالشغلة يعني مشتركة، صدق النوايا سواء كانت من أعضاء اللامركزية أو نعم. النواب هي قد تنجح أو لا تنجح. وأخونا تجربته الخلايلة مش عارف الخوالدة في الزرقاء باهتمامه في الميدان أنتجوا في بعض المدارس وإهمال بعض المرافق الموجودة في زرقاء فكان لها نتيجة، ولكن أنه يجي عضو اللامركزية بدون أي شيء مدروس ويطلع على أعلى مستوى في الدولة مشان يوصل هموم المنطقة بتصوري أنه ما رح تلاقي استجابة. نعم. فلا بد أن يكون هناك تشاركية، بتصوري أنه لو يوطع كل واحد من اللامركزية دراسة واقعية لضمن منطقته الخدمية وعدلها إعداد مسبق في كيفية أنه ينتقد الأسس الموجودة سواء كان قديش هذا مجلس المحافظة وعدله في الموازنة وضحت وقديش أنه هاي الموازنة ناقصة وعملها إعداد مسبق بطريقة جيدة وأعطاها للنائب المنطقة اللي ممكن يتشارك ووصلها لأعلى مستوى تحت من خلال اللجنة المالية ومن خلال وجوده في مجلس النواب قد يغير في شكرا جزيلا وضحت الفكرة شكرا جزيلا تعقيبا بالنسبة للقانون أنا مع أنه إعداد للقانون بطريقة حضارية حتى ننجح تجربة اللامركزية نعم. كي ننجح إحنا كبرلمانيين في كيفية التشريع والرقابة. شكرا أستاذ ظاهر، رجاء الإيجاز وعدم التكرار يا أخوان. شكرا للسيد عرايب، شكرا لمجلس لمركز القدس. حقيقة لا يوجد إصلاح مطلقا بدون مجلس نيابي أدي دوره الحقيقي، ولم يتمكن مجلس النواب إلى الآن بعد 29 سنة من أخذ دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع. لو في عندنا رقابة وتشريع وفي عندنا قدرة، مع أنه عندنا أعضاء مجلس ناس محترمين وناس ممتازين، لكن لم يعطى المجلس نعم. القدرة اللي هو يقدر يعمل. إحنا لو كنا في مجلس مثل 89 ما وصلنا للآن الوضع اللي إحنا وصلنا له الآن. أنت بدك الحين المركزية خلال 6 أشهر تصير هي تفوق على مجلسك بعد 29 سنة؟ على الميكروفون الله خليك، على الميكروفون. قبل يعني مش معقول احنا نيجي ننتقد اللامركزية وننتقد هذا في 29 في 6 اشهر و 29 سنة ما حققناش شيء. احنا المدخل الحقيقي للاصلاح الحقيقي لتغيير المنهج هو مجلس نيابي قوي بغض النظر كيف بدك تجيبه كيف بده يصل، لكن يكون عنده صلاحيات في الرقابة والتشريع عشان نصل للاصلاح الحقيقي، والباقي كلياته اذا ما نعم. هذا مجلس كله خض يعني خض لبن تفاصيل. شكرا جزيلا. شكرا، تفضل سيدي تفضل. بعدين الاخ اللي بالزاوية هون شاكي خالد الجهنة بدي أخرك أنا لأنك جيت متأخر. صباح الخير، أنا الدكتور أحمد العجارمة من الوحدة الاستشارية اللامركزية في برنامج دعم اللامركزية والحكم المحلي USAID CITES، وأنا تلميذ الأستاذ عريب. أنا كنت أحد باحثي مركز القدس للدراسات السياسية في الزمانات. طبعا أنا في عندي ملاحظات يعني من وحي شغلي بالميدان مع السادة أعضاء اللامركزية في مختلف المجالس حتى مع البلديات ومجالس المحلية. أولاً في الملاحظة الأولى على القانون أنه قانون اللامركزية ليس له من اللامركزية إلا الاسم، هو حقيقة كان قانون لمجالس المحافظات، يعني قانون أوصلنا إلى انتخابات مجالس المحافظات، لكن بعد هيك لم يحصل شيء لأنه القانون هو قانون مجالس محافظات وليس قانون اللامركزية، لأنه اللامركزية بمفهومها البسيط هي تفويض ونقل الصلاحيات، وهذا ما لم يتحقق لحد الآن. رغم ذلك احنا خلينا نتطلع إلى نصف الكأس الملآن. الحقيقة أول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية تقر موازنات للمحافظات، وهذا إنجاز، هذه خطوة أولى يجب احترامها ويجب البناء عليها ويجب عدم التقليل من شأنها. اثنين، أول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية أيضاً أنه في عنا هيئة شعبية منتخبة ولها صلاحيات في القانون بغض النظر عن قوة هذه الصلاحيات أو غيرها، وهذا ما يجب أن نبني عليه. وأنا من خلال عملي مع السادة أعضاء مجلس المحافظات اشتغلوا وبذلوا جهود رائعة رغم إمكانية، وهذه شهادة حق. الشغلة الثانية في الموازنات، أنا بدي أعطيكم ملاحظة من الواقع عشان ممكن نفيد الدراسة. موازنات مجالس المحافظات شو هي؟ الموازنات موازنات مشاريع خدمية ونوعا ما تنموية.
إذا نظرنا إلى هذه الموازنات وحللناها وجدناها حوالي 70% من هذه الموازنات لأربع قطاعات: صحة، أشغال، تربية، زراعة. قد تكون حتى بهذا الترتيب موازنة 2018، يعطيكم مثلا يعني حقيقة أخرى، موازنة 2018 لحد الآن ربما أنفق منها في مختلف المحافظات بتفاوت بين المحافظات ما لا يزيد عن 45% من موازنات 2018، واحنا عندنا الموازنة صفرية، يعني بشهر 12 راح يرجع للمصاري، ما راح يتدور إلا المحافظة، وهذه مشكلة. الآن شو السبب؟ يعني لماذا موازنات المحافظات ما أنفقت؟ الحقيقة السبب كان هو محدودية الصلاحيات المعطاة للمدراء التنفيذيين. المدير التنفيذي ما عنده صلاحيات، يعني مثلا سقف العطاءات، سقف العطاءات عندنا بالأردن للجنة اللوائية، لجنة المحافظة 200,000، أي عطاء أكثر من 200,000 لازم يروح على وزارة الأشغال دائرة العطاءات المركزية ويصف على الدور لما يحال العطاء. يعني الجماعة أقروا موازنات وقالوا أنتوا للقرية عندكم القرية الفلانية لكم مدرسة، وأنتوا يا المنطقة الفلانية لكم مركز صحي، لكن ما تنفذت. ليش ما تنفذت؟ لأنه لا زالت تنتظر على الدور. في حل بسيط، إذا نرفع سقف العطاءات من 200,000 إلى 1,000,000 دينار يصير في عنا حركة يعني سريعة جدا، وهذا على فكرة قرار مجلس الوزراء، يعني ليس بحاجة لا لتعديل قانون ولا لغيره، تعديل نظام العطاءات واللوازم يتعدل من مجلس الوزراء إنه يرفع سقف العطاءات من 200,000 إلى 1,000,000 أو حتى ل 600,000 أو 700,000 يكفي. وأنا هذه ملاحظتي وشكرا. شكرا جزيلا. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. نشكر مركز القدس على الاستضافة، نشكر أخواننا سعادة النواب من مجلس الأمة على اللي تحدثوا فيه. يا أخوان يعني حقيقة اللي لمسناه من خلال المتحدثين الكل يعرف أين المشكلة، سواء إحنا كأعضاء مجلس المحافظة، أنا على فكرة أنا عباس الدبوبي من مجلس محافظة العاصمة، الكل يعرف أين المشكلة، الكل يعرف. تم تشكيل، زميلي وصديقي اللي بجواري قال تشكيل لجان وزارية، الآن بعد مضي سنة وأكثر من سنة على مجالس المحافظات، ماذا عملنا لحل هذه المشاكل؟ حقيقة لا شيء، ندوات، اجتماعات، لجان، وحقيقة الكل حتى المواطن أصبح يعرف أين المشكلة ولا حلول. إذا بنتحدث على القانون، أنا ومجموعة من الأخوان القانونيين في مجلس محافظة العاصمة كنا مبارح باجتماع وأعدينا مسودة معدلة لقانون اللامركزية، وحقيقة ليس بحاجة إلى تعديل ضخم، هو عبارة عن مادتين اللي هي بتمنحك الصلاحيات. المادة الأولى المتعلقة في الموازنة، بدل الإقرار أن يكون أنت تدخل في إعداد هذه الموازنة لأنك أنت الأدرى باحتياجات منطقتك، النقطة الثانية أن يكون لك الصلاحية في الرقابة على تنفيذ هذه المشاريع. الرقابة وتتضمن المساءلة لنا، أخواننا اللي متحدثين كلهم عارفين إذا أردنا أن يعني بدنا نشتغل ونطلع خطوة الأمام لابد الآن من وضع الحلول. العراق يعني المشاكل والعثرات والتعثر وكل موجود، الكل يعلمها، ماذا نعمل للأمام؟ شكرا جزيلا. شكرا سيدتي. دكتورة ناهدة أبودية، عضو مجلس محافظة الزرقاء. لاحظوا الوقت شارف على الانتهاء، يعني ضايل معنا وبدنا نعطي الإخوان فرصة يردوا على بعض المحاضرات. دكتور أنا قرأت الريبورت اللي أنتوا أربي بلع على المايك. الريبورت فضل. اللي أنتوا عاملينه في المركز بالنسبة للقائمة النسبية، إن الكل بيعرف إنه القائمة النسبية هي قزمت بالنسبة للاختيار الأنسب، خاصة حتى في مجلس النواب القائمة هاي كانت إنه القائمة المفتوحة اضطر اللي بده يترشح إنه يجيب أي حدا عشان يعبي كم عنده أصوات حتى إنه يعبي القائمة ويطلع في النسبة الأعلى، وصارت القائمة لأصحاب الأموال وشراء الذمم معظمها. إحنا كان عندنا القانون إنه صوتين، بالعكس أفرز كثير ناس من المنتخبين اللي يعني أصحاب الكفاءات والشهادات. بالنسبة للمعينين
انتوا حددتوا انه لفئات معينه منها رؤساء او هاي، احنا عندنا في مجلسنا في عندنا مثلا نائب سابق او رئيس غرفه تجاره، مو شرط انه هذا يكون هو يعني مؤهل انه يكون في هذا المكان. احنا ضد التعيين كامل، احنا عندنا مثلا المعين هو نائب سابق اصلا ما بيحضر جلسات من مره ودائما برا البلد. هذول النقطتين. بالنسبه لي كمان احنا يعني مع الصوتين، ويا ريت حتى هم يتبنوا النواب في حتى في قانون الانتخاب لمجلس النواب. شكرا يا سيدتي، شكرا جزيلا. الاستاذ يوسف القرني، وين؟ شكرا استاذ عرايب. انا بعتقد يعني منشان نيجي على الموضوع باختصار، الكره في ملعب الحكومه ومجلس النواب، لانه التجربه بعدها وليده، واحنا يعني بحاجه ماسه لها لتنميه المحافظات ولتعزيز دور اللامركزيه في الاردن. المطلوب من مجلس من الحكومه ومجلس النواب في المرحله في الدوره العاديه الثالثه القادمه انهم يشرعوا لنا، يعدلوا لنا تشريع اللامركزيه، بحيث انه في ثلاث نقاط مهمه جدا في هاي التجربة الوليدة. أولاً أنه مجالس اللامركزية للأسف الشديد صلاحياتها ضعيفة، وبالتالي أنا بطلب من مجلس النواب والحكومة أنهم يعززوا صلاحيات مجالس اللامركزية. اثنين، في تداخل بين مجالس المحافظات ومجالس البلديات، وهذا يجب أن يكون في تعديل القانون أيضاً في وضوح بالصلاحيات والواجبات. نعم. لهذا المجلس ولهذا الفلد. ثلاثة، أنا بعتقد يعني بعض الإخوة والأخوات حكوا أنه ملناش بالمشاريع الرأسمالية، بالعكس، هو المجالس اللامركزية والمحافظات عليها أن تنفذ موازنات الإنفاق الرأسمالي في المحافظات تنمويا وخدميا. فبالتالي أنا مع أنه يصير في مجلس النواب دائرة أو قسم للامركزية، ويصير على مدار العام تواصل ما بين مجلس النواب ومجالس المحافظات على تنفيذ هذه الموازنة لتلك المحافظة وذاك. وشكرا. شكرا. سعة النائب الحواري. صباح الخير جميعا. أنا بس في اقتراح يعني بشوف، لأنه الفراغ ما بين العلاقة التشاركية ما بين مجلس المحافظات المركزية وبين النواب، ممكن ومع حتى البلدية مع أعضاء البلدية، إذا قدرنا نوصل لقانون انتخاب موحد ما بين نواب وأعضاء مجلس مركزية وبلدية بيوم واحد، يكون فيه اختيار المواطن. أولا من قوي موضوع الأحزاب إذا قدرت أن تشارك في الانتخابات، ثانيا تجبر السياسيين أو اللي حابين بالعمل العام أن يعملوا معا، وبيظلهم مشتركين في مرحلة قادمة وبتحملوا المسؤولية الكاملة إذا نجحوا معا. هذا مجرد اقتراح يعني ممكن. شكرا درسه. شكرا جزيلا. تفضل سيدي. شكرا أخي عريب. أنا النائب المحامي إبراهيم أبو العز. شكرا على هذه الدعوة، لكنني أقول وبكل صراحة أن قانون اللامركزية أشبهه بسداد العجز في موازنة الدولة الأردنية. كيف نسدد العجز؟ ولن يسدد العجز. أسباب ضعف هذا العطاء لدى هذا المركز كلنا عارفين: ضعف القانون، التنافس فيما بين البلديات واللامركزية إلى حد ما، التنافس بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللامركزية لخدمة المواطن، كذلك الإرادة الحقيقية لدى الحكومة. هل هناك إرادة؟ هل نستطيع أن نجبر الحكومة أن يكون لديها إرادة حقيقية لإنجاح هذا المشروع؟ هل نستطيع نزع التنافس فيما بين النواب وأعضاء اللامركزية؟ وكذلك القانون، هل نستطيع وضع قانون وتشريع فعلا ينجح اللامركزية حتى لو عرض على مجلس النواب؟ ومن هنا أنا أحذر أن لا يعرض بتعديل شكلي لدى مجلس النواب. إن كان هناك تعديل يجب أن يكون تعديل حقيقي على قانون اللامركزية لإنجاح هذا المشروع. وشكرا. شكرا يا سيدي، ونضم صوتنا إلى صوتك بالتعديل الجذري والجوهري. تفضل يا سيدي. بسم الله
الرحمن الرحيم. عزة الرعود، عضو مجلس محافظة العاصمة. أول شيء نشكرك أستاذ عريب، ونشكر مركز القدس للدراسات. أستاذ عريب، أنت أصلاً حكيت عن كل مشاكلنا في البداية، ونشكرك أول شيء. اثنين، بالنسبة للامركزية أخوان، خلينا نحكي منذ 2005 جلالة الملك لما طلب من الحكومات المتلاحقة أنه شاركوا المواطنين في صنع القرار. كل الحكومات السابقة، يعني كل واحد اللي بتحطه على الرف، اللي بتحاول تدرس ما بتكمل دراستها. آخر إشي القانون كان أيام دولة النسور، كان القانون الصح للامركزية، لكن قزمة وفي 2015 2017 الملقي. بس أحكي القانون. إحنا أول شيء نشكر الزملاء، نشكر الإخوان، مجلس النواب. وبصراحة إنه إحنا ملتمسين الآن إنه مجلس النواب شاعرين مع قانون اللامركزي. أول شيء القانون مقزم بشكل لا يوصف، إحنا إلنا بس الاطلاع والإقرار فقط، ما إلنا إشي ثاني. اثنين، إحنا قاعدين بنعمل بشكل فردي منشان إنجاح اللامركزية، ومنشان أقل ما فيها نقدر نخدم مناطقنا اللي إحنا انتخبنا من أجلهم. إحنا بنقول يجب، وما بدي أكرر اللي حكوه الزملاء، يجب إعطاء دور للامركزية في المراقبة والإشراف والمساءلة مشان تنجح اللامركزية. غير هيك مش راح تنجح اللامركزية. شكرا جزيلا. آخر كلمة تفضل، والباقي على الجلسة الثانية يا إخوان، ما عادش في مجال لأنه إحنا متأخرين. أنا الدكتور عود السوالقة، رئيس بلدية الطفيل الكبرى. حياك الله سيدي. وحقيقة يعني أنا اللي بمارس تجربة الرئاسي في البلدية والمجالس المحلية عندي، قاعد أسمع كلام بالندوة عن البلديات ليس موجود، فلا تضارب ولا تشابك ولا تزاحم ولا تنافس بيننا وبين مجلس اللامركزية في المحافظة. أنا شايف أن اللامركزية كلها خير، ولكنها تجربة جديدة تحتاج إلى التأني، إلى التقييم، التقويم، ثم نبنيها تدريجيا. أنا أشكر عزيزي الأستاذ الدكتور مهدي العلمي أنه حفز الناس على الحديث في مرتكب في حق البلديات. الأستاذ يمكن ما مارس العمل البلدي. العمل البلدي أخوان واسع متشعب، في مستجدات. المجلس اللامركزي في المحافظة ما له علينا سلطة ولا له علاقة بموازنتنا، ولكن يمكن أن يدعم الموازن، وهو يتصرف ويلعب في الأموال التي تخصص من خلال الوزارات في الموازنة، من خلال الوزارات المعنية التنفيذية. ليس له علاقة قضائية ولا تشريعية، ولا يوجد له في المؤسسة المدنية الأهلية اللي هي البلدية اللي تقدم الخدمة. نحن لا يوجد من أنجح التجارب هو موجود عندنا في الطفيلة. نحن ننسجم المجالس المحلية مع مركز البلدية، البلدية مع مجلس المحافظة، كنا متعاونين منسجمين مع المجلس التنفيذي الذي يتكون من السلطة التنفيذية. وضحت تجربتنا ناجحة، تحتاج إلى أن يقتدي فيها الناس ويأخذوها ويطوروها. شكرا على حسن. شكرا. بدي أعطي دقيقة ونصف للمتحدثين إذا في أي تعقيب. بالجلسة الجاية ستي، بالجلسة القادمة تفضلوا. الأستاذ الصفدي، دقيقة ونص إذا لديك أي ملاحظة بتحب نختم فيها. إحنا تأخرنا عن موعد هذا 5 دقائق حتى الآن. شكرا. يعني أنا ما في شيء أضيفه، بس بدي أرد على الأخت جديفات بشان ما تأخذ موقف سلبي تجاهي أو تجاه مجلس النواب. أنا ما زلت عند رأيي أنه موضوع الكوتا، الفكرة مشان تكون واضحة، الكوتا لما تحكوا 53%، بس ما في نواب عنا مثل الدكتورة رولا الحروب، وفاء بني مصطفى، صفاء المومني، صباح الشعار، رند الشعار، نشحوا تنافس، هدى العتوم. الفكرة لما يكون في أحزاب بتدافع عنا، يعني إحنا المفروض تكون علاقة تشاركية بيننا وبين المجالس كالآتي: إحنا نواب من راقب ومن شرع،
ومجالس المحافظات الخدمات. بس الآن إذا إحنا ما خدمنا مناطقنا والله ما كل الدنيا ما بتنجحنا، يعني لأنه بدون حزب الفكرة من نعم. نكون أحزاب إحنا مع بعض بكون اللامركزية براقبوا بيخدموا المحافظات وإحنا منراقب ومنشرع، ونكون كلنا تحت مظلة حزب بكون واضح إنه ما في تفرقة بين الجميع. شكرا. الأستاذ قرقيش لو سمحت. يعني أنا بشكر كل الأخوات والأخوة المتحدثين، وحقيقة هي يعني كلياتها بتثري العمل وأتوافق معك، ولكن أنا بقول بس بملاحظتين إنه يعني نتاج في هناك قصور واضح لدى القانون، وبالتالي إحنا أعتقد نحتاج حقيقة إلى أنظمة لشرح القوانين ولتوضيح آليات عمل القانون. إضافة لمسألة مهمة جدا، يعني أنا بضم صوت إلى صوتكم جميعا إخوان بأنه مثل ما قامت الحكومة في العام الحالي بوقف حوالي 35% من مخصصات مجالس المحافظات ومنع الصرفه، أعتقد أنه يجب أن تصدر توصية بعدم المساس بموازنات مجلس المحافظات تحت أي مسمى ومهما كانت الأسباب والمبررات. وإن شاء الله إحنا راح نكون دائما يعني قلوبنا وصدورنا مفتوحة لأي جلسات حوارية ولأي أبعاد أو آراء ممكن تغذي أو تطرح. أو شكرا تفيد. شكرا جزيلا أستاذ عمر قرقيش. السيدة وفاء بني مصطفى. شكرا. شكرا لكل المداخلات الثرية والغنية، وإحنا يعني متفقين ما في أي اختلاف حول الأمور، لكن توضيح أنا برأيي إنه ما نحتاجه فعلا حتى نخرج من بديش أقول أستخدم كلمة عنق الزجاجة سياسيا. دائرة مفرغة هلأ صارت هلأ. لأنها صارت دائرة مفرغة في ملكية فكرية فيها. بدي أحكي بأنه نحتاج فعلا لحياة حزبية، ولكن نحتاج ليس إلى أحزاب كيانات موجودة فقط على يعني في منصات معينة، نحتاج إلى أحزاب قادرة على أن تمثل الشارع، يعني أحزاب موجودة ولها قواعد شعبية حتى لما تنزل انتخابات في كافة المستويات تكون قادرة على إنجاح أفراد، وهؤلاء مرتبطين أو مرتبطون بها بصورة مباشرة، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية. لكن الأحزاب الغير قادرة على أنها يعني تكون ممثلة للقواعد الشعبية عليها أن تندمج وأن تدخل في أطر سياسية أخرى. النقطة الثانية اللي بدي أشير لها أيضا، أنا بتفق مع الأستاذ ظاهر العمر بأنه مجلس النواب هو ركن الإصلاح، ولكن هنالك يعني لا يمكن لنا أن نطلب النتيجة دون أن نشتغل على الأسباب. لابد أن يكون هنالك عمل في قانون اللامركزية وعمل في قانون الأحزاب وعمل في النظام تمويل الأحزاب، مصر على النظام أنا، حتى نصل إلى برلمان حقيقي وطني يمثل الجميع نعم. وقادر على القيام بدور التشريعي والرقابي. وأثني على كلام الأخت سهام فيما يتعلق بالكوتا وشكرا. شكرا ست وفاء. الدكتور موسى الوحش تفضل لو سمح. شكرا. أنا أحيي الإخوة جميعا يعني وهذا على هذا التفاعل، لكن يعني هذا يعني فيها يعني دق ناقوس الخطر إنه مجالس النواب الضعيفة المتتالية بهذه القوانين وهذه السياسة اللي مرت علينا أفقدت الناس الثقة في مؤسسة تشريعية. يعني الآن لما تقول في الاستطلاعات 14% الاستطلاع الماضي شعبية مجلس النواب، أخشى أن يلتحق بها مجلس المحافظات كمان، لأنه الناس محبطة، ولذلك بحاجة إلى تدارك الأخطاء، بحاجة إلى تقوية مجلس النواب، بحاجة إلى تقوية مجلس المحافظة حتى نحافظ على مؤسساتنا في المستقبل إن شاء الله. وشكرا. شكرا جزيلا. سنستأنف هذا الحوار وسنعطي الأولوية في الحديث في الجلسة القادمة لمن لم يتحدث في الجلسة الأولى، بحيث لا يخرج أي منكم دون أن يدلي برأيه. معنا 20 دقيقة استراحة، تفضلوا على الاستراحة 20 دقيقة ونعود لاستئناف النقاش. شكرا جزيلا.